صباح النور مشاهدينا، مفعمة بالنشاط والحيوية. التحية الصباحية متاعنا هذيك علاش احنا هكا نحبوا نجريوا شوية، والأمل أكيد بلقاء يجمعنا سويا عبر صباح النور. فقراتنا ومواضيعنا اليوم إن شاء الله تكون متنوعة في أجندة الاثنين 3 ديسمبر 2018. ما هي مواضيع اليوم؟ خلينا نتابعها في هذا التقرير ونبدأ. البداية من العراق وزيارة إلى المدرج الروماني في السليمانية، وفي رشة صحة الفيتامينات مصدرها وفوائدها، ومن الأردن لا بد أن تشرق مسرحية أهل الإرادة، ذراع آلي يوصل الطعام إلى الفم في خبر اليوم. وفي اليوم العالمي لتحدي الإعاقة أنطوني نحول وقصة ملهمة عنوانها الإرادة في قصة نجاح. وأهم الأحداث الرياضية لهذا الأسبوع في أخبار الرياضة. البداية كالعادة مشاهدينا مع مطبخ صباح النور، واليوم مع هانية. صباح النور هانية. صباح النور راوية. تمام، أهلا وسهلا. شو عنا اليوم؟ اليوم عنا وصفتين ما بدهن، بتعرفي أنا دايما بعمل حلو ما بدهن فرن. حنستعمل فيهن البسكوية اللي بنستعمله بالتيراميسو. حلو. حيكون كيك بالشوكولا وكيك بالفريز. حلو، هيك لتنوعي ولتاخذي كل الاذواق. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك راويه. صباح النور وعاد. صباح النور امين. كيف كل يوم؟ صباح النور. يعني اليوم فقراتنا متنوعه، فيها كثير من المواضيع اللي بتهم الاسره العربيه. اليوم معنا برشا حاجات نحكي فيهم اكيد معناها. صحيح. وان شاء الله يكونوا المواضيع والفقرات متنوعه اليوم، ان شاء الله اكيد تعجب المشاهدين معناها. اكيد. لكن كالعادة بس كل محطة الأولى سياسية أكيد. بدنا ندعي المشاهدين لمشاركتنا رأيكم وتعليقاتكم عبر صفحات مواقع التواصل الخاصة بصباح النور التي تظهر أسفل الشاشة. إذن التطورات السياسية مع زميل علي البشارة وفقرة مع الخبر. صباح النور. صباح النور مشاهدينا. صباح النور وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الأحد إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين، وتلقى معارضة من أحزاب وجمعيات وشخصيات أعلامية وثقافية جزائرية. وكان في استقبال ولي العهد السعودي والوفد المرافق على أرض مطار الجزائر الدولية رئيس الوزراء الجزائري أحمد يحيى وعدد من وزراء حكومته. وإثر الإعلان عن هذه الزيارة نشر 17 صحفيا ومثقفا جزائريا بيانا أعلنوا فيه رفضهم استقبال ولي العهد السعودي، فيما العالم كله على يقين بأنه الآمر بجريمة فظيعة في حق الصحفي جمال خاشقجي كما ذكر البيان. نقلت وكالة وسان للأنباء التابعة للنظام السوري عن مصدر عسكري قوله مساء الأحد إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية أطلق صواريخ على مواقع التابعة للنظام السوري جنوبي بلدة السخنة في شرق سوريا. وقال المصدر إن الصواريخ أطلقت في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي ولم تتسبب إلا بأضرار مادية. وتأتي هذه الضربة بعد أيام قليلة من إعلان النظام السورية قيام طائرات إسرائيلية بغارات على بلدة السخنة أيضا. أكدت إيران تمسكها بمنظومتها الصاروخية وتعهدت بمواصلة اختبارها وتطويرها، معتبرة ذلك تعزيزا لقدراتها الدفاعية والردعية، ولا يمكن التفاوض بشأنها أو بشأنه. وردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بشأن اختبار إيران صاروخا باليستيا، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي إن البرنامج الصاروخي يرتبط بالأمن القومي الإيراني ولا يمكن التفاوض بشأنه، وإيران لن تسمح لأي جهة بالتدخل في برنامجها الصاروخي. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن البرنامج الصاروخي الإيراني دفاعي ومصمم وفقا لاحتياجات إيران ولا ينتهك قرارات الأمم المتحدة.
قالت الشرطة الإسرائيلية إن تحقيقاتها توصلت إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته في ثالث قضية فساد ضد رئيس الوزراء. وتتهم السلطات نتنياهو بمنح معاملة تفضيلية لشركة بيزاك للاتصالات مقابل تغطية أكثر إيجابية له ولزوجته على موقع ولا الإخباري المملوك للشركة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. وفي كلمة أمام حزبه الليكود في تل أبيب اتهم نتنياهو الشرطة بإثارة ما وصفها بأنها عمليات بغيضة ضده وضد زوجته. وقال معظم شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم إنهم سينتظرون قرار المدعي العام قبل اتخاذ أي قرار بشأن كيفية التصرف تجاه المزاعم. أمر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيس وزرائه بإجراء محادثات مع زعماء سياسيين ومتظاهرين بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي عمت البلاد في عقاب تحويل مثيري الشغب وسط العاصمة باريس إلى ساحة حرب. ولدى عودته لباريس قادما من الأرجنتين حيث شارك في قمة مجموعة العشرين توجه ماكرون مباشرة إلى قوس النصر ليتفقد الأضرار التي لحقت بالمعلم الشهير خلال أحداث السبت. وتفاجأت شرطة مكافحة الشغب السبت بخروج المحتجين في أحياء باريس الراقية حيث أحرقوا عشرات السيارات ونهبوا المتاجر وحطموا المنازل والمقاهي الفخمة الخاصة في اضطرابات هي الأسوأ في العاصمة منذ عام 68. وقال مصدر بالرئاسة الفرنسية إن ماكرون لن يتوجه بخطاب إلى الأمة رغم المطالبات بأن يقدم تنازلات فورية للمتظاهرين مضيفا أن فكرة فرض حالة الطوارئ في البلاد لم تكن محل بحث. وإلى الخبر الأخير، كعادتها في كل عام نظمت مدينة ليفربول البريطانية سباقها السنوي لسانتا كلوز حيث تجمع أكثر من 1500 شخص للمشاركة في سباق يضغى على أجوائه الفرح والضحكات. أشخاص من مختلف الأعمار والقدرات الرياضية خاضوا سباق الخمسة كيلومتر موحدين بردائهم الأحمر باستثناء بعض البدلات الزرقاء التي تخرج دون شك عن الصورة النمطية التي يحفظها الناس لسانتا كلوز. وأهم في الخبر أن الوكالات التي وزعت الخبر لم تعلن هوية الفائز، ذلك أن الجميع شارك تحت اسم سانتا كلوز. ولأنه الهدف ليس فقط أنه يكون في رابح وخاسر، إنما نشر الفرح بشوارع هذه المدينة. يعني مناسبة حلوة، شفنا الضحكات على وجوه كل المشاركين. هذا الحدث اللي بينطروا كثير من الناس سنويا. هو شكله وحده يضحك معني. صح. هو انه كتشوفه بركة تحس بالفرح. اصلا شوف الناس بالصور اللي ورا كلهم فرحانين. كما في بريطانيا كما في باقي دول العالم، يعني بدأت اجواء عيد الميلاد بانتظار يوم الخمس والعشرين مساء. صح. الخمس والعشرين من ليلة العيد. صح. احنا بانتظار عناوين الصحف. اكيد مشاهدينا، ننتقل من هذا الخبر إلى جولتنا اليومية على عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم. والبداية مع صحيفة القدس العربي التي تناولت التوتر الأمني في منطقة الشوف في لبنان إثر مقتل مرافق رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب الموالي لسوريا بعد دخول قوة من الأمن الداخلي لتبليغه أحضارا قضائيا. وقالت في هذا السياق الصحيفة: حزب الله يؤازر وهاب وأرسلان يبارك لجنبلاط استباحة الجبل. لبنان هيبة الدولة تهتز إثر فشل محاولة القبض على وزير سابق أساء للحريري. ونبقى حول الموضوع نفسه، ولكن الآن ننتقل إلى لبنان إلى صحيفة الجمهورية اللبنانية وفيها نتابع: فلتان أمني من البقاع إلى الجاهلية. الآن إلى الجزائر، إلى الشأن الجزائري. صحيفة الخبر الجزائرية سلطت الضوء على الأزمة الاقتصادية التي تتخبط بها البلاد نتيجة الفساد والعوامل الاقتصادية العالمية، وفيها نتابع: الحكومة تقتطع 722 مليار دينار من أجور العمال في الجزائر، الفقراء يدفعون للأثرياء.
الآن نعود إلى العراق، حيث تتواصل الأزمة السياسية. وفي هذا السياق جاءت عناوين صحيفة الصباح الجديد العراقية حول إمكانية توجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منفردا إلى البرلمان في قائمة الوزارات الشاغرة في حال تعذر الوصول إلى إجماع بين الكتل السياسية عليها. ونتابع في الصحيفة: الحكمة 30 معيارا لا تنطبق على الفياض. عبد المهدي هدد بتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة إلى البرلمان بمعزل عن الكتل إذا فشلت مفاوضاتها. الآن مشاهدينا نتحول إلى قطر، إلى صحيفة العرب القطرية. الصحيفة ركزت على جهود قطر في مكافحة أسباب الإرهاب في الدول التي تشهد صراعات مثل سوريا والعراق، وجاء فيها: قطر نكافح جذور الإرهاب بالتعليم والتمكين الاقتصادي. الختام كالمعتاد مع صحيفة العربي الجديد، وفي عناوينها نتابع لهذا اليوم: نتنياهو بمواجهة القضاء والحر الديم، إلى صورة الغلاف، وفيها نتابع: إعاقات الحروب، أطفال يعانون. في زاوية الحدث نقرأ فيها: فرنسا على أبواب الطوارئ بعد السبت الأسود. والختام كالمعتاد مع كاريكاتير العربي الجديد، جاء اليوم بعنوان: بشار الأسد وفد تضامني. الكاريكاتير في إشارة ساخرة للوفود التضامنية مع النظام السوري. إذن هو اليوم بريشة الفنان عماد حجاج. مشاهدينا، مع الكاريكاتير نكون وصلنا إلى ختام الجولة على ما تضمنته الصحف العربية الصادرة صباح اليوم. اللقاء يتجدد بعد ساعة من الآن، كونوا على الموعد. الآن نعود لمتابعة باقي فقرات برنامج صباح النور. شكرا لك ليال بانتظارك. إلى السليمانية في العراق، حيث تم افتتاح المدرج أو المسرح الروماني في منتزه هواري شار على مساحة 1000 كيلومتر مربع، وبإمكانه استيعاب 5000 متفرج. جرى بناؤه منذ عامين، حيث يتم استلهام شكل وتصميمات مدرج الكولوسيوم في روميا في روما. ويأمل من يقف وراء هذا المشروع أن يكون المدرج منصة لعرض الثقافة الكردية وإقامة مهرجانات مشابعة للمهرجانات التي تقام في الأردن وتونس. متابعة. المسرح الروماني هي طراز قديم مقتبس من المسرح اليوناني أساسا، حيث اقتبسه الرومانيين عندما احتلوا أماكن عديدة في العالم على يد الإمبراطور الروماني نيرون، وبعد ذلك بنوا كثير من التراز المعماري في هذا النوع من المسرح في العالم. ويعنينا بأنه طراز قديم ولكن واجهة جديدة لحضارة السليمانية، وسيخدم المسرح والفنانين، أو أستطيع أقول كل فئات المجتمع الكردي وخاصة في مدينة سليمانية. المسرح الروماني في نظري ضمن العراق، ضمن الإقليم كردستان، تعني انعكاس التواصل الفني أو التواصل التاريخي بين الشعوب. فقبولنا لوجود مسرح روماني ضمن مدينة سليمانية اللي تعود تواريخها إلى شعوب أخرى هي مدى توافق الرأي أو توافق النفسي والفني بين الشعوب. ونحن ندري أن الفن ليس لها حدود، أن الأمجاد لازم تتواصل. موقع هذا المسرح موقع استراتيجي اقدر اقول لك هيك، يعني انه مثل ما تشوفون هسه احنا لا اكو عرض لا موسيقي ولا مسرحي ولا شيء، لكن الناس متواجدين على طول هنا، لان موقع المسرح يقع ببارك هواري شار، فاذا هو دائما الناس متواجدين هنا. يعني حتى من سوينا الكونسيرت احنا كان الجمهور مزدحم جدا جدا، فهذا شيء جميل، يعني راح انت تضمن حضور جمهور
جيد بأي عمل تقدمه على هذا الستيج. العروض اللي أنا يعني تابعتها وشفتها هنا يعني كم عرض، كان العرض موسيقي وأعتقد عرض مسرحي كان أيضا شيء لا بس بيحلو يعني. المكان مفتوح يعني، هذا يعتبر نقدر نقول أول ستيج أو أول مسرح مكشوف بمدينة السليمانية. الناس الجايين بدون أي دعوة وعيد ميلاد توجد أي إعلان رسمي حول المكان وإعلانها، وإنما هم يسمعون من بعضهم البعض ويقبلون عليها. ومثل ما تلاحظون حضرتكم أكو كثير من العرسان الجدد اللي جايين حتى يأخذون الصور في هذا المكان لأهميتها ولجمالها، وهذا دلالات على كون إقبال الناس وتفاعلهم مع هذا المكان ونظرتهم الجميلة للمكان، وهي طبعا تختلف عن بقية المباني الموجودة بخرائطها المعمارية واختلاف النمط إنشائها، فهي مختلفة اختلاف كلي عن جميع المنشآت الأخرى الموجودة ضمن مدينة السليمانية. حلو اللي كنا نشوفه فيه. أنا حبيت أنه في أعمار وفي يعني مبادرات ثقافية حلوة، بس ما بعرف ليه ما حبيته، لأنه ما فيك غير ما تقارنه على الشيء التاريخي. ما هذا اللي حبيت حتى أنا نذكره، معناها هي الفكرة أنه دائما كي تكون الحاجات قديمة وأنه من حضارات قديمة وعندها آلاف السنين عندها حاجة يعني فيها يمكن نقول احنا الشارم مختلف عن العادي، أما أنه الحاجة كي تتعمر جديد مهما كانت تشبه القديم باش تقعد فيها طابع جديد تحسه معناها. هو العمر الحجر اصلا بيعطيه صحيح. ولكن تحية اكيد اكيد هي حاجه مبادره حلوه برشا، معناها انه على الاقل يقام فيه مهرجان كبير وانه يستقطب ويولي مهرجان دولي لماليه، هذا اكيد حاجه انه تخدم مالها باش تخدم السياحه في هالبلد هذا ومالها باش تخدم ولاد بلادها معناها. ولكن دائما انه هكا من نطاق شويه الاركيتكتور تحس انه الحاجه القديمه عندها رونق اخر وعندها طابع احلى شويه يعني. الى موضوعنا الاخر امين، يحصل الجسم على الفيتامينات من الاطعمه المختلفه، حيث تعتبر هذه الفيتامينات مركبات عضويه يحتاجها الجسم بكميات معينه، الا انه لا يستطيع ان ينتجها بنفسه. عن اهم الفيتامينات ومصادرها وفوائدها تحدثنا اختصاصيات التغذيه جنين عواد في رشه صحه. في عنا خضار وفاكهة يعني بطبيعة الحال هنا أهم مصادر للفيتامينات. خبرينا بداية إذا بدنا نعرف المشاهدين عن دور هذه الفيتامينات المختلفة لصحتنا. أولا بدنا نحكي عن أهمية التغذية يلي من خلالها رح تقدر تأمن كل هالفيتامينات. أنا جبت الخضرة والفواكه لأنه هول منهم بحاجة لبراد، بس في فيتامينات كثير موجودة بالمصادر الحيوانية ما قدرنا أمنها. تمام. رح تمرق بالصور يلي رح تمرق على الشاشة. إذا بتشوف الاختلاط بالألوان وعند بنشوف إنه في كتير ألوان. هالألوان بالذات هي المصدر الأساسي للفيتامينات. فكل ما شفنا اللون الأحمر والبرتقالي كل ما اكتشفنا إنه نسبة البيتا كاروتين أو الفيتامين A موجودة بهالأنواع من المأكولات مثل البندورة الفلافل الحمراء. تفاح مثلاً؟ وتفاح أكيد، بس الكمية الموجودة بهالمأكولات تختلف من نوع للتاني. أكيد. الأهم إن نكون عم نستفيد من الهرم الغذائي بأكمله لحتى نكون عم نأمن كل الغذاء. نعم. الفيتامين A كتير مهم للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالعيون، أو حتى للأشخاص اللي بيحبوا أو عندهم تعرض لشبكة العين، لحتى نحن نأمن هالفيتامينات بحاجة إن نأكل كمية متقطعة خلال فترة النهار، بس بطريقة إنها تكون عم تدخل على الجسم وعم نأمن نسبة امتصاص كتير مرتفعة. صحيح. طيب إذا هالقد لون الفاكهة أو
حيالا نوع من الأطعمة بدل أو هو مؤشر على نوع الفيتامينات اللي فيه. عنا مثلا فاكهة مثل الفليفلة اللي هون بتجي بلونين مختلفين، أو التفاح بيجي بثلاث ألوان، فهل هذا يعني أنه نفس نوع الأطعمة بيكون عنده كذا نوع كذا نوع من الفيتامينات؟ الفواكه والخضرة بالعادة بتحتوي على نسبة كمان كتير عالية من الفيتامين سي. نعم. فلكل الأشخاص يلي حابين يقووا جهاز المناعة، مش بس الحمضيات مثل ما هو شائع، مش بس الحمضيات أكيد. هلأ برجع بقوله النسبة الموجودة بداخل هالأنواع من الفواكه بتختلف من واحد للتاني من الكمية اللي نحنا لازم نتناولها. نعم. عم نشوف هنا على الشاشة الكيوي، الفراز أو الفراولة. نعم. الباباي، الليمون، هني كمان نسبة كتير عالية من الفيتامين سي يلي بحاجة لها كل بشرة لحتى نزيد من نسبة إفراز الكولاجين. نعم. لأن الكولاجين ما بيتحول أو ما بيتشكل بالجسم إلا من مصدر فيتامين سي عالي. نعم، هيدي بالحالة الطبيعية، ولكن يقال أنه إنتاج الكولاجين بالبشرة بيخف مع التقدم بالسن، هل هذا يعني أنه لازم ناخد أكتر كميات من الفيتامين أو الفيتامين سي هو من أنواع الفيتامينات اللي ما بتخوف إذا نحن تناولناها بكمية كبيرة. بكمية كبيرة، بس في كتير أنواع مثل الفيتامين أي والفيتامين دي حتى إذا أخذناهم من متممات الغذائية مش مفروض أنه يدخلوا على جسمنا بكميات عالية إلا من بعد فحص دم. نعم. لأنه الفحوصات ممكن تفرجينا قديه المعدلات مرتفعة أو لا. نعم. والفيتامين سي ايضا مرتبط بالمناعه، ليه؟ ليه؟ لانه هو اولا هو بيحمي جهاز المناعه من كل الالتهابات لانه عنده دور فعال كمضاد للالتهابات. بنفس الوقت هو بيساعدنا على زياده امتصاص نسبه الحديد لكل الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل فقر دم. نعم. فقر الدم ممكن يكون سببه الحديد او الفيتامين بي، رح نحكي عنهم بالحلقات المقبلة عن فقر الدم بالذات. قديه مهم انه اضافة عصرة هالحامض او شوية خل على طبقنا لحتى نزيد من نسبة امتصاص الحديد. نعم. طيب الفيتامين التالي بعد السي، رح نحكي عن الفيتامين دي. الفيتامين دي كتير مهم للأشخاص يلي بيعانوا من مهشاشة العظام. في كتير أشخاص بيفكروا إنه بس الشمس هي المصدر الأساسي. 10 دقائق لعشرين دقيقة من الفيتامين دي إذا كنا عم نتعرض للشمس أكيد رح بتزيد من نسبة إنه يكون عظامنا أقوى، بس ممكن كمان نلاقيه بالصومو، بالسردين، وبكل أنواع السمك المعلبة. فلكل الأشخاص يلي عندهم نقص بالفيتامين دي الأفضل إذا بيزيدوا هالمأكولات على إنه بس يتعرضوا للشمس. شمس كافية بس لازم نظامنا الغذائي يكون كمان متنوع. ليه بيقولوا إنه سكان دول حوض المتوسط هنا عرضة لنقص الفيتامين دي وخاصة النساء منهم؟ بعد دراسات عم تثبت انه لانه نحن على منطقه الشرق الاوسط في الشمس الحمايه الفوق البنفسجيه بعد ما عم بتكون عم بتامن الشمس يلي هي بيور للجسم او يلي هي مثاليه، بعدين تعرضنا للشمس ما عم بيكون دوين. فالافضل لهالاشخاص وقبل ما يتناولوا المتممات الغذائيه لانه صارت شائعه. نعم. وين ما رحنا حتى اذا سالنا الصيدلي انه في حال نحن عم نعاني من اوجاع دغري بيوصف الفيتامين دي، وهذا شيء ما هو مزبوط. لازم نقوم بفحص الدم وعلى اساسه نعرف قد ايه لازم ناخذ. طيب جانين، ليست طويلة جدا، لائحة طويلة الفيتامينات يلي بتفيد جسمنا، ولكن خلينا شوي نكسب الوقت لنعرف شو أخطر أنواع الفيتامينات إذا تم فقدانها من الجسم. أخطر الفيتامينات عندنا الفيتامين بي. الفيتامين بي هي أكثر مختصة للحوامل وللأشخاص يلي عم بيحضروا للحمل. لأي مرأة إذا كان عندك نقص دم استشيري طبيبك، قومي بفحص الدم، خليه يحدد هو بحد ذاته إذا أنت عندك نقص بالفيتامين بي 9 أو بي 12. نعم. اللي بنقصد فيه هو الأسيد فوليك والفيتامين بي 12 يلي من خلالهم نحن ممكن نتسبب بتشوهات خلقية عند الولادة أو حتى ممكن يصير في حمل غير مظبوط خلال فترة الحمل ممكن يكتشفها الطبيب. طب بالنسبة للرجل
عند الرجل ممكن هالنقص يتسبب له بفقر دم بس النسبة كتير قليلة. نعم. نسبة موجودة عند النساء. شو الفيتامينات الأهم للرجل؟ الفيتامينات الأهم للرجل الرجل بالمبدأ ما بيعاني من نقص بالفيتامينات مثل المرأة. نعم. بس أكيد لازم يكون عم بيأمن على جسمه كل المأكولات. الفيتامين كي كتير مهم للرجل. المرأة عادة طعم الأكل هو بيأكل مرتاح ما بيصرف. 100% بس الرجل ممكن يكون عنده مشاكل بسيالين الدم. لكل الأشخاص يلي عندهم مشاكل بتصلب الشرايين لازم يزيدوا من تناول الفيتامين ك يلي موجود بالبقدونس بكل الورق الأخضر. وللأشخاص يلي عندهم مشاكل زيادة سيالين مفروض يتجنبوا المأكولات اللي بتحتوي على نسبة فيتامين كي كتير عالية مثل البروكولي وغيره. طيب شو الفرق بين أنه نحصل على الفيتامين من متممات غذائية أو من الطريقة طبيعية يعني مباشرة عبر الأكل؟ الأفضل أنه يكون أكيد من مصدر طبيعي بس في كتير أشخاص نسبة الامتصاص لأنواع من الفيتامينات بتكون ضئيلة. ممكن تكون مشاكل أسيديتي بالمعدة أو زيادة الأسيد بالمعدة تمنع الامتصاص. ممكن يكون في بكتيريا أو حتى ممكن يكون في طفيليات هي بتخفف من نسبة الامتصاص. في كتير أشخاص عندهم مشاكل بالبراز أو بالخروج. فالمطلوب من هالأشخاص بالذات أنه يقوموا بالفحص ومن بعد الطبيب هو بيقرر إذا مفروض إنه يأخذوا فيتامينات أو لا لحتى يكونوا عن جد عم بيأمنوا صحة جيدة. دائما أطباء الأطفال بيوصفوا لأطفالنا من أول ما يخلقوا متممات غذائية. شو دورها بالضبط طالما عم يأخذ عن طريق الفورمولا أو الحليب الاصطناعي كل الفيتامينات الضرورية وهل بتنصحي بإعطائه؟ أكيد لأنه الطفل أولا تعرضه للشمس بتكون نسبة كتير ضئيلة فهو بحاجة لنسبة فيتامين دي كتير عالية. قد ما كانت الفورمولا بتحتوي على هالمتمم ومركزة من هالنوع من الفيتامينات الأفضل أنه تكون عم تتاخد أكتر بالجرعات. نعم. لأنه نحن بنخدها على شكل قطرات. بدي أختم معك بس بسؤال وجواب لو سمحت كتير سريع. الرمان مؤخرا كتير عم نسمع عن فوائد صحية. مظبوط. تفسرين عنه؟ أكيد. الرمان هو نوع من الفيتامينات أو من الفواكه اللي بيحتوي على نسبة مضادات بالأكسدة كتير مرتفعة. لكل الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل بالكلاوي أو حتى تصريف مي عندهم مشاكل بدر البول فيهم يزيدوا هالنوع. لكل الأشخاص اللي بيعانوا من تورم أو تنفخ بالإجرين عم نحكي نحن كنسوين. نعم. عندهم مشاكل بالبطة بيحسوا إنه البطة كتير كبيرة وعندهم مشاكل وراك لأنه الفارم هي على شكل نجاسة أو إجاسة. نعم. فيهم يزيدوا الرمان على وجباتهم. أولا رح بيكون وجبة لحتى يتسلوا بتفقيتها حتاخد وقت أطول حيخففوا لقمشة وحتفيدهم أكتر. ما فيها كتير سعرات حرارية. كل نص رماني بتحتوي على 60 وحدة حرارية. كل شكر لك اختصاصية التغذية جنين عواد على كل هذه المعلومات. شكرا لوجودك معنا. نصل إلى فاصل قصير نعود من بعده انتظرونا. صباح النور من جديد مشاهدينا ودائما عبر التلفزيون العربي. لتعزيز الثقة بالنفس وتقوية النطق وبناء شخصية متميزة وتثبيت وإتقان المهارات اللغوية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة يتم العمل أو تم العمل على مسرحية لابد أن تشرق بمشاركة 23 شخصا من ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والتوحد وغيرها. في اليوم العالمي لتحدي الإعاقة وللحديث عن هذا العمل عن فكرته وتحدياته يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من العاصمة الأردنية عمان مخرج ومؤلف العمل مراد أبو سرايا. ولكن قبل المباشر في الحديث مع سيد أبو سرايا نتابع هذا التقرير عن العمل. فاهمين؟ المسرحية هي عبارة
عن رسالة، هي عدة مشاهد، وهاي المشاهد هي توصل رسالة للعالم، بتوصل رسالة للمجتمع إنه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والقدرات المتميزة بيقدروا يغنوا، بيقدروا يمثلوا، بيقدروا يعبروا عن نفسهم عن طريق المسرح. إيش هذا سيد عبد؟ تعرف المحل الناس نازل تضحك؟ لازم كل شغلك عاجبني. يلا ضم معك. ما بصير هذا الحكي، هذا شيء خارج عن الجريمة. شيء ما بخصك؟ ما بتتدخل. كان في عطاء خلص النوم لبعد ستة. يعطيك العافية. يا الله فيك. تعملي فنجان قهوة؟ لعيوني. محمد سارة. المسرحية هي عدة مشاهد، كل مشهد بيحكي عن موضوع معين. واحد من المواضيع بيحكي عن تشغيل أشخاص ذوي الإعاقة، المشهد الثاني في تراجيديا، المشهد اللي بعده في رقص، وفي مشهد تعبيري ورقص تعبيري كمان. تجربتي كانت عظيمة كتير، ونحن فخرين بحالنا، ومهم إنه نحن أبدعنا ووصلنا صوتنا للوطن العربي. لقد وجدته مذهلا، لأنه كما تعلم الممثلون كانوا مشتعلين بالحماس والشغف، ربما لديهم ما ينقصهم لكنك لن تستطيع ملاحظة ذلك، لأنهم كانوا ينشرون الحب في كل مكان. أتمنى من كل حدا بس يآمن فيهم، يعطيهم الفرصة، وهم مثلهم مثل أي شخص ما عنده أي إعاقة، بالعكس هم مبدعين أكثر. إذن معنا مباشرة من عمان مخرج ومؤلف العمل مراد أبو سرايا، أهلا بكم. يعني بداية، كل مخرج عندما يبحث عن ممثلين لعمل مسرحي بفتش على أفضل الميزات وأفضل هيك القدرات التمثيلية، كيف استطعت أن تؤمن بميزات ذوي أو بتميز ذوي الاحتياجات أو الإعاقة الحركية والسمعية؟ أول إشي صباح الخير. صباح النور. بصراحة في البداية بلشت أدور على المراكز، أدور على المراكز، أدور على الأكثر من مكان عشان ألاقي ممثلين، ألاقي ناس أقدر أعطيهم دورة في التمثيل وفي إعداد الممثل علشان أقدر أوصل معهم لعمل مسرحي كامل. طيب، هو من أين أتت فكرة هذه المسرحية مع أشخاص من ذوي الاحتياجات؟ كان في أصدقاء لي وهم كانوا بحاجة إنهم يفرغوا ما بداخلهم بأي طريقة، بدهم يحكوا للعالم كله، يوصلوا رسالتهم، يوصلوا عالمهم. وبصراحة وصلتني فكرة إنه أنا دائما بعطي دورات تمثيل وإخراج، وصلتني فكرة إني ليش ما أعمل لهاي الفئة، الفئة ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة. ولما بلشت أعطيهم الدورة، بلشوا يعطوني الطاقة الإيجابية اللي عندهم، بلشوا يحمسوني أكثر إنه أستاذ إحنا بدنا نعمل وبدنا نشتغل وبدنا نوصل رسالتنا وبدنا نفرغ كل اللي جواتنا عن طريق المسرح. وحبيت هاي الفكرة وبلشت أشتغل معهم. نعم. طيب، بدنا نذكر المشاهدين أنه المسرحية أول عرض كان لها هو نهار السبت بواحد ديسمبر كانون الأول على مسرح الشمس. خبرنا أكثر عن عالم هؤلاء، عالم أصحاب الهمم، كيف قدرت أنه تخترقوا وتطلع منهم هذا الإبداع؟ هل كان صعب التعامل معهم؟ هل كان عندهم حماس؟ بصراحة يعني هذا الموضوع اللي أنا كنت متخوف منه بالبداية، لدرجة أنه كنت خايف أخذ التجربة وأفشل أنه أعمل ستوب. والحمد لله ما كان نهائيا هاي الفكرة موجودة، لأنه تحديت الدنيا كلها علشان أنا أوصل رسالة هدول الناس لكل العالم إنه هدول هم قادرين يشتغلوا جميع أنواع المسرح وما في عندهم أي مشكلة. نعم.
من المعروف أن التعبير عن المشاعر مهم جدا بالنسبة للممثل، يعني أدواته التي يستخدمها لهذه الغاية هي بطبيعة الحال التعبير الجسدي، الصوت والحركة. كيف استطعت تخطي كل ذلك، وهل أنت راضي اليوم عن النتيجة؟ طبعا أنا كتير مبسوط لهم، كتير مبسوط قديش هم فرحوا، قديش هم انبسطوا. ما زلت يعني قبل شوي عم بتواصل معاي كمان واحد من الممثلين، كل يوم عم بحكي لي شكرا، انت خليتنا اسعد يوم بحياتنا انه طلعنا على الستيج وحكينا اللي جواتنا، بدنا نوصل رسالتنا لكل العالم. في البدايه طبعا الفتره اللي كانت تدريب هي تقريبا 3 أشهر ونص. نعم. كان فيها تعب ومشقة، وكيف بدنا نعد الممثل وكيف بدنا نشتغل. بلشت أحلل شخصياتهم واحد واحد، خضعوا لتمارين من الجسد، من الرياكشن، من جميع التمارين المختصة في المسرح، لحتى ما بلشنا يعني نكتب المسرحية حسب القالب. هم يعني هم القالب تبعهم، حسب الحياة تاعيتهم، المعيشة تاعيتهم. نعم، حلو. إذن خبرنا أكثر عن هدفك، يعني كأنه الذي نراه بهذا العمل ومن خلال عملك مع هذه الفئة هو دمج أصحاب الهمم بالمسرح الأردني. هلا بصراحة هو هذا العمل بيتكون من جميع الفئات، الأشخاص ذوي الإعاقة، من التوحد، المتلازم داون، الإعاقة الحركية، الإعاقة العقلية البسيطة، الغير ناطقين. يعني كان في البداية كمان الويل تشير، المقعدين. بصراحة يعني كان هدف ورسالة، رسالتهم هم كان هدف ورسالة هم مش رسالتي أنا. كانت أنا رسالتي كانت بدي أثبت للعالم كله أن هاي الفئة هي قادرة تشتغل جميع أنواع المسرح، من المسرح التراجيدي، الكوميدي، المونودراما، البادي لانجويج، الرومانس، المسرح الغنائي. والحمد لله، الحمد لله أنا مبسوط لهم، وأنا عن جد بشكرهم كل الشكر أنهم وصلوا رسالتهم ووصلوا فكرتهم بجميع، وصلوا رسالتي أكيد يعني لجميع العالم. طب هل شعرت نعم يعني كيف لمست ردود أفعال من حضر هذا العمل؟ أنا ما زلت بتلقى اتصالات وكومنتس من الناس، إنه الناس كتير مبسوطين لهدول الفئة، إنهم طلعوا على الستيج وقدروا يحكوا وقدروا يوصلوا للناس أحلامهم. كمان يعني كان في عنا فقرة أحلام، كانوا وصلوا أحلامهم. أهالي الطلاب عم بتواصلوا معاي إنه عم بيحكوا لي ثانك يو، لأنه أولادهم بلشت تتعزز فيهم الثقة بالنفس، الشخصية بلشت تقوى عندهم، بلشوا يكسروا حاجز الخجل بينهم بين العالم، بلشوا يتواصلوا مع العالم، وهذا الإشي هو كان يعني أحد أهدافي بهاي المسرحية. حلو كثير. طيب مراد، يعني بما أنه ذكرت أنه المشاركين أو الممثلين في هذه المسرحية عندهم حالات متعددة، توحد، شلل نصفي، مقعدين، هل وكل حالة من هول الحالات عندها طريقة خاصة بالتعامل معها، هل استعانت باختصاصيين، بأطباء لا تعرف كيف بدك تتعامل معهم بطريقة ناجعة؟ طبعا هو المشروع بلش قبل تقريبا 5 أشهر ونص، قعدت شهرين تقريبا اتوجه لمختصين، المختصين في التعامل مع هاي الفئات، المختصين من مركز روح الشرق. طبعا انا بوجه تحيتي لمركز روح الشرق اللي هو كان الداعم لنا، كمان من الممثلين كان موجود عندهم، كان المدرسين المختصين عندهم، كمان الدكاترة الموجودين عندهم يعني، كان في اكثر من شخص كان موجود معنا دائما في الباك ستيج عم بيساعدنا، وبطريقه التعامل، بالاسلوب، بكل شيء. جميل. اذا المخرج والمؤلف مراد ابو سرايا كنت معنا مباشره من الاردن، ويعطيكم الف عافيه على هذا العمل. شكرا. شكرا لك. شكرا. اهلا. يعني رح نروح وعد هلأ لوقفتنا الأولى مع مطبخ صباح النور وهانيا ولا أجع.
صباح الخير مجددا مشاهدينا. حنبلش وصفتنا مثل ما قلت بالاول، عندي اليوم وصفه كيك جاتو بس ما بده فرن. حاستعمل فيه البسكوي يلي بنشتغل يلي بنعمل فيه التيراميسو، اللي هي الوصفه الاكثر مشهوره فيه. بما انه صار في عم لاقي فراز هيك حبته حلوه ونظيفه، قلت حبيت انه اعمل الوصفه بشغلتين، او مع فخاز وكريم او مع كريم شوكولا. وصفتي بتبلش اليوم، حبلش بكريمة الشوكولا. حضرت 500 مليلتر او نص لتر حليب على النار، شلت كمية صغيرة منه لانه انا بدي اخلطها على البارد. حضيف عليها 3 صفار بيض، طبعا ما ننسى الفانيلا، الوصفة ما فيها سكر ابدا. حضيف عليها ملعقة كبيرة من نشا الذرة، بخلطهم كتير منيح. بس الحليب يغلي حبلش نزلهم شوي وشوي على الخليط، اكيد انا وعم حرك لحتى ما يصير في عندي ولا كتلة. وقت يدوب وبلش تسمك، حضيف عليها 150 جرام زبدة، وبرجع بضيف عليها شوكولا المرة. عم حضر كمان للخلطة التانية موس مع الفراز. الموس هي في كتير طرق لحتى نعمل موس، أنا اليوم حبلش بطريقة أنا بحبها لأنها سهلة ولأنه ما دايما بتخزلنا وما فيها بيض. عندي مكون حابة أعرفكن عليه يلي هو ورق جيلاتين. ورق جيلاتين هيدا ورق جيلاتين نباتي، يعني نحنا ما منعطى الهم إنه ما يكون حلال أبدا. هيدا الورقة هين كتير استعمالها، إلى طريقة خاصة. لازم قبل ما نبلش باستعمالها لازم نخلطها، نحطها ننقعها بمي باردة. تقريبا الورقة وزنها 3-4 جرام، أنا بخلطي بحاجة لعشرين جرام، سو حطيت تقريبا 5 ورقات بمي باردة. بدي بلش شوف كيف بدها تطرى. بس لتصير طرية بقدر أعصرها، يعني هي صارت جاهزة إني أنا حطها بالخليط تبعولي. هلأ منشوف كيف. الحليب بلش يسخن، بلش يغلي، طبعا ما بدنا إياه يفور وما بدنا إياه إنه يحترق. حضيف عليه شوي وشوي خليط البيض مع الحليب البارد مع النشا والكورن فلاور. هيدي الوصفة عم حضر هلأ كريمة سوربريز الشوكولا. الوصفة الثانية هي حتكون الشارلوت أوفراز اللي نحنا دايما بنسمع عنها. طبعا عم يتكثف الخليط دغري بسرعة، ما بدي يحترق أبدا. حشيله شوي عن النار لأقدر أخلط. بهالوقت حضيف 150 جرام زبدة وحضيف شوكولا. كتير زبده عنيا، كتير زبده بس ما فيها سكر ابدا. بتعرفي بالنهايه كريمه، والجاتو يلي عم بعمله يعني العجينه اذا بدك اللي بدي استعملها راويه هي بس بسكوي كتير خفيف، ما فيه زبده ومنه حلو ابدا. يعني المصدر الوحيد يمكن اللي فيه وحدات حراريه شويه الزبده بالضبط يلي بقلب الكريمه. وطبعا اذا بدنا اياها خفيفه فينا نستعمل حليب قليل الدسم، كمان بتطلع كتير طيبه. وانا كمان عم بستعمل شوكولا داكنه، يعني شوكولا مره، سو بتعطيها طيابه كتير. حطيت على النار خليط عصير فراز، جبت فراز طازه عصرته طحنته وصفيته بالمصفايه لحتى بلش حضر للموس الفراز. عم بتذوب الزبدة، حضيف الشوكولا، حركهم كتير منيح لحتى يدوبوا مع بعض، وبرجع بصبهم وبنطرهم ليبردوا كرمال. بالفقرة التانية نبلش نحشي هالكيك سوربريز. هلا خليط الفراز بلش يسخن، ولازم اتأكد دايما انه الجيلاتين بلشت تطرى. حضيف على الفراز كوب من السكر، كوب من السكر يعني تقريبا 200 جرام. هيك اسرع،
هاي كوب من السكر وبستا اللي حنحركه مع بعضهم يذوبوا. حضيف الجيلاتين وبرجع بضيفهم على الكريمة يلي أنا خلطتها قبل لحتى نقدر نشوف الوصفة كيف بدتكم. أنا اليوم استعملت كريمة نباتية، عنا بالكريم فريش نوعين، كريمة حيوانية وكريمة نباتية. الكريمة النباتية أخف وبتطلع أكتر وبتمسك أكتر على الخفق. أهم شيء وقتها بدنا نخفقها لازم تكون على حرارة، على لازم تكون باردة. يعني فينا كمان حتى الشبك يلي بدنا نخلط فيه نحطه بالبراد لحتى يسقع، هيك بتنجح معنا أكتر الكريم شانتيي. إذا بدنا بيب السكر مع خليط الفريز، صار فيي أنا أعصر ورق الجيلاتين، نعصرهم منيح 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 من الماء ومنحطهم لثواني لثواني بقلب الخليط، دابوا دغري اختفوا. هانطر الخليط ليفتر وبرجع بضيفه على الكريمة يلي أنا خلطتها وعطيتني الكريم شانتيي. هيك بيكون حضرنا موس فريز، حضرنا كريمة الشوكولا، بيبقى علينا إنه نحشيهم ونزينهم ونشوف كيف بدهم يطلعوا معنا بالآخر. شغلي بعد ما ذكرتها اليوم بخلطتي، عنا البسكوي ما فينا نحطه هو وقاسي، لازم نعمله دب أو نعمله شيء نغطسه فيه لحتى يطرى وما يشرب كتير من الكريمة وتنشف الكريمة تبعولنا. خليطي صار جاهز، حصبه شوي لحتى فرجيكم كيف طالع بالغلط، سوري. حشيله عن النار لأنه ما بقى بدي سخن، بس تا يفطر حضيفه على الكريم شانتية تبولي. أنا بالبسكوي حضرت له 2 صوص لحتى غطسه فيه، عندي مي وسكر خلطتهم، فينا نضيف عليهم منكه صغير على طعمة الفريز أو على طعمة التوت البري، وفينا بلي مجرد أنه مي وسكر هيك شوي لنغطس فيه لتطرى. وكمان حضرت حليب بارد مع رشة فانيليا كرمال الجاتو سيربريز. عم بتأكد هون انه الشوكولا بيب كله قبل ما اسكبه وتبرد الخلطة تبعولي. كمان شغلة لازم نحضرها لهدول الوصفتين هي صينية تشيز كيك، لانه انا بدي صف البسكوي على الطرف لحتى يضلوا مسكين، وهيك بعدين مجرد انه فكة بيقدر يكون الجاتو عندي ماسك وشكله حلو. حضرت معي كريمة الشوكولا، طبعا نحن فينا نستبدل الشوكولا المرة بالشوكولا الحلوة او شوكولا بحليب، ما في اي مشكلة، كل واحد طبعا بحب يضيف بضيف على ذوقه. انا هلأ حصب الكريم حتى تبرد، وححضر الموس فريز، ومنرجع بالفكرة الثانية منزين الكيكس تبعولنا. نرجع لعندك راوية. شكرا لك. ما هو خبر اليوم يا وعد؟ نتعرف مع امين. صباح النور مرة أخرى مشاهدينا، صباح النور زملائي الأعزاء أو زميلاتي اللي محلاو. اليوم خبر جديد مشاهدينا، والخبر اليوم باش نحكي فيه قد يكون صادم للبعض، لأنه بعد المذيع الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وخبر ظهوره الصادم، اليوم نتحدث عن مطبخ آلي روبوتي كامل، يعني أيضا يمكن أن نفقد مهنة الشيف. فتخيلوا أكلكم من أيادي روبوتية. الشيف ديريكت غزرت لي معني. أنا أعترض وبشدة. الشيف خاف. ولو وين النفس؟ خلينا نزيد نحكي بأكثر التفاصيل. الموضوع مش جديد هو، حيث طور الباحثون سنة 2015 أجهزة تعمل انفراديا وتضيف المكونات وتطهي وتقدم الطبق دون تدخل الإنسان. وكان Your Future Home قد نشرت على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت تعليقات الناس بين معارضة ومؤيدة. المطبخ هو آخر ما وصل إليه المطورون حسب موقع Your Future Home، وبحسب موقع الاندي تي في فقد طورت شركة مولي روبوتكس سنة 2017 ومقرها لندن مطبخا يتكون من فرن وحوض لغسيل الأطباق وذراعي روبوت متحركتين يقومان باختيار وتقطيع وإعداد مكونات الطعام كأي شيف محترف. وقد تم عرض المطبخ الروبوتي في عدة معارض تكنولوجية حديثة. الخبر مش إلى هذا الحد فقط، لأنه
مؤخرا نشرت صحيفة الديلي ميل ما وصلت إليه التكنولوجيا، فقد وصل الأمر إلى حد الإطعام مشاهدينا، نعم إلى حد الإطعام، والهدف من الاختراع الجديد هذا هو مساعدة الناس ذوي الحركات المحدودة. فقد قام بعض علماء مختبر ألعاب إكسيرشن في جامعة RMIT في أستراليا والمعهد الهندي لتصميم تقنيات المعلومات، قاموا بتصميم ذراع روبوتي يطلق عليه ARM-A داين، يعلق في وسط الصدر من خلال سترة ويأخذ الطعام من الطبق إلى فم المستخدم. يعمل الذراع صعودا وهبوطا من تلقاء نفسه، ولكن لا يمكنه التوجه إلى الفم، كما أنه يتوقف على بعد 10 سنتيمترات فقط من الفم لأسباب تتعلق بالسلامة. فيما أوضح أن ذراع روبوتي ليس آليا تماما، لذلك على المستخدمين وقت اللي يحبوا يوجهوا الطعام نحوهم يعملوا حاجة مميزة جدا. ما هي حسب رأيك؟ مش يخلي انه الذراع تخدم معه وتعطيه الطعام، شنو لازم يعمل؟ يعرب اكثر، لازم يبتسم. اذا ما كانش المستخدم او الانسان يبتسم فلن يقدم له هذوما الذراعين الاليين الطعام الا معناها اذا كان عابس فلا يحصل على الطعام ابدا. يعني شنو رايكم في هالتطور التكنولوجي اللي وصلناه؟ الابتسامه هي مفتاح. الابتسامه مفتاح، اكيد نحن نتمنى انه هذايا اللي يستعملوه والاختراع هذا جديد ان شاء الله انه يقعد فقط لذوي الحركه المحدوده لانه بالحق يساعدهم طبعا. ولكن بالنسبه اذا صارت استعماله كما الاستعمالات الكل نتاع هنا قاعدين وحاجه اخرى انه معناه انه ما عادش نتحرك وتولي كارثه على الانسان. هو كثير مهم هذا الخبر تحديدا اليوم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه. في اشخاص ما بيقدروا عن جد، بيكون عندهم شلل نصفي او حتى اللي بيكون عندهم اطرافهم مقطوعه ما بيقدروا ياكلوا، بس بالنهايه مثل ما قالت الشاف الاكل هو نفس يعني، والانسان قدرته على الخلق بالتميز هو بالطرق احيانا وبالزيادات اللي معقول يعملها على الطبخ. صحيح. انا كثير بستغرب انه اكثر شعب عنده ايدي عامله عم بضل يطلع بابتكارات لتخفف الشغل. يعني حبيت الفكرة لنقطة أنه بتساعد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. للأسف إيه في أشخاص يمكن بيضطروا، ولكن حاجة الإنسان هي كانت دايما الدافع الأساسي وراء بناء العلاقات الإنسانية. صحيح. لأنه بتخيل أنه وقت بدنا نوصل لمحل أنه الآلة تعمينا ما نقدر نلاقي حدا أنه يساعدنا بهاي المهمة، بتكون يعني ما أقدر أعبر عن الفكرة. بس أنا كل شيء تكنولوجي اصطناعي مش مبرر هيك بيزعجني. صحيح. بيزعجني. أنا حبيت نسأل الشيف صراحة، يعني هي أبصر قاعدة تخدم هكا بقلب ورب، شيف شنو رأيك في المطبخ الآلي؟ مش نحكيه على اليدين، أنا قلت يكون فما مطبخ آلي يشتغل وحده معك. هلأ بتعرف مرات بخفف شوي، نحن يعني يلي بيشتغلوا بالمطبخ بيعرفوا أنه في أوجاع، يعني في خلط، في سرعة معينة، هيدا يمكن بفيد إيه بالمطاعم الكبيرة، بس أكيد ما فينا نستغني عن الإنسان بهيدا الشيء أبدا. يعني أنتوا بحاجة معقول تستعينوا بالروبوت لتحضيرات ما قبل الخلط وما فيها كتير أكيد إبداع؟ طبعا، يعني ممكن مثلا تكوني عم تحضري شغلة بدك بنفس الوقت توقفي على الغاز وتحركي وبنفس الوقت، يعني في قصص سريعة. بس أنا ضد، لأنه بده يقلل من الشغل، يعني بصير العالم أكتر بدون شغل عالي. هو شيف هاني صراحة معناها فكرة المطبخ الآلي 2015 وقت اللي اخترعوها كانت بالحق للمطاعم الكبيرة اللي لا. تستحق عمل كبير، فكانت هذه هي الفكرة منها. حتى هاني أكيد بتكون شايفتهم في بالسوق من فترة طويلة. موجودين يلي بيقطعوا البطاطا مثلا، يلي الطنجرة يلي هي بتحرك، في عدة أمور يلي بتلف الورق عنب. صحيح. بس هو عن خبرة، وأنا مرة جبت أحد هيدي الآلات يعني لجربها بالبيت، لقيت أنه هي فقط يعني بتشوف أنت الإعلان ترويجي دعائي منه دقيق كتير، يعني وقت تجي عم بتطبقهم على الواقع بياخذوا وقت أكثر ومجهود أكثر وبعقدوا حياتك. مذيع آلي ومطبخ آلي إن شاء الله ما نوصلوش، لأنه كل شيء ولي آلي. بس ما رح يطبخوا كسكسي طيب؟ أكيد لا، معنى هذاك لا أكيد. مشاهدينا هكا تكون خبرنا لليوم، نحن فاصل وراجعين بعده لأنه عنا نشرة أخبار والفقرة السياسية. ابقوا معنا. صباح
صباح النور من جديد مشاهدينا، واحنا مستمرون معكم لكن بعد وقفة سياسية مع الأحداث السياسية لليوم وزميلة ليال بشارة وضيف مع الخبر. شكرا أمين. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وهذا موجز لأهم الأنباء. وكالة رويترز للأنباء تقول إن دولة قطر أبلغت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أنها ستنسحب منها اعتبارا من كانون الثاني يناير المقبل، وأنها ستعلن عن شراكات دولية كبيرة في الأشهر المقبلة. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل مساء الأحد إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين وسط معارضة من أحزاب وجمعيات وشخصيات أعلامية وثقافية جزائرية. وكالة سانا للأنباء التابعة للنظام السوري تنقل عن مصدر عسكري قوله مساء الأحد إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية أطلق صواريخ على مواقع تابعة للنظام السوري جنوبي بلدة السخنة في شرق سوريا. إيران تؤكد تمسكها بمنظومتها الصاروخية وتتعهد بمواصلة اختبارها وتطويرها، معتبرة ذلك تعزيزا لقدراتها الدفاعية والردعية ولا يمكن التفاوض بشأنه. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء سياسيين ومتظاهرين بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب تحويل مثيري الشغب وسط العاصمة باريس إلى ساحة حرب. مشاهدينا، ختام الموجز. بلغ انحطاط الخطاب السياسي في لبنان درجة بدت تهدد السلم الأهلي في البلاد، وقد بلغ التصعيد أوجه يوم السبت في منطقة الشوف الجبلية. وفي التفاصيل، أن فرقة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلية توجهت يوم السبت إلى منطقة الجاهلية لتبليغ زعيم حزب التوحيد العربي الموالي للنظام السوري وئام وهاب دعوة رفعها محامو رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ضده، ردا على العبارات النابية التي تطاول فيها على رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري سرعان ما أسفرت العملية عن إصابة مرافق وهاب ثم إعلان مقتله برصاص قوى الأمن، ما رفضته شعبة المعلومات واتهمت أنصار وهاب بإطلاق أعيرة نارية عشوائية أدت إلى سقوط قتيل. وسرع وهاب إلى طلب حماية حزب الله. فماذا وراء هذا التصعيد وما هي أفاقه وما هي الرسائل الأقليمية التي يحملها؟ هذا الموضوع نناقش شوف اليوم مع ضيفنا الكاتب الصحفي سعد كيوانا. صباح الخير. صباح النور في تلفزيون العربي. الله يعافيك استاذ. نبدا من التطور الامني الذي شهدته منطقه الجاهليه يوم السبت. الحادثه هل هي امنيه ام تخفي في طياتها اليوم غايات سياسيه؟ هي يعني الاثنين معا، يعني هي طبعا حادثه امنيه، وبالتالي حادثه امنيه من نوع يعني توجيه رسائل سياسيه. واضح يعني انه ما حصل هو ليس بريء، وبالتالي يعني لم يكن يستدعي فيما لو كان التعاطي على اساس يعني سبب الاساسي وهو ما ساقه من يعني اتهامات وشتائم يعني وئام وهاب على لسعد الحريري ورفيق الحريري ورئيس الحكومه السابق رفيق الحريري الشهيد رفيق الحريري، كان يمكن ان يتم التعاطي معه بطريقه مختلفه. تم هناك رفع دعوى على وئام وهاب نتيجه هذا الشتائم، وكان بامكانه ان يمثل امام يعني يدلي بافادته والامور تسلك مسار قضائي قانوني عادي. وانما يعني الرد على هذا الاستدعاء بعراضة سبقت يعني الجاهلية أو الأمس يعني في الخميس الماضي في 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 مناطق الشوف بمسلحين، مئات مسلحين يعني تابعين لوئام وهاب، يعني في الليل بدأوا يجولوا في الشوف ومروا أنا أيضا من أمام المختارة بشكل استفزازي لوليد جملاط. كل هذا يعني طرح مجموعة تساؤلات، لماذا الرد بهذه الطريقة؟ يعني فهل الآن السؤال هو هل كان هذا الأمر يعني قصد منه فقط رد لعرض عضلات وئام وهاب في الشوف أنه زعيم بمستوى وليد جنبلاط وآخرين بالمنطقة التي يتزعم فيها فقط، أم أنها هي أبعد من ذلك وبالتالي هناك من وراء وئام وهاب لإرسال رسائل أكبر وأبعد من ذلك؟ يعني من هذا تبين أنه هناك رسائل أهم
من قضية الرسائل التي تم الحديث عنها أستاذ السعد، يعني واقع الدروس اليوم، الانقسام الكبير في حال الدروس، هل من رسائل وجهت إلى زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جوبلاط بهذه واضح الواقعة؟ واضح على ما جرى، هو واضح، هو يعني بجوهره هو رسالة أولا لسعد الحريري وثانيا لوليد جوبلاط، يعني معا رسائل للاثنين، كون يعني واضح انه الحريري هو اليوم في 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 المواجهه، كونه على راس التشكيل يشكل حكومه، وبالتالي مستعصي عليه هذا التشكيل لاسباب يعني واضحه وكثيره. هناك محاوله طبعا يقف وراءها ليس مهاب، يقف وراءها يعني حزب الله وايضا يعني النظام السوري، بالتالي لي زراع سعد الحريري، او تشكل هذه الحكومه كما نريد، او انك تعتذر على الاقل، يعني هذا اول انذار، بالتالي هذا حصل على الارض. طب والا لماذا لنفترض أنه شعبة المعلومات، يعني هذا الجهاز الأمني والعدلي في قوى الأمن الداخلي، يعني أخطأ أو بالغ في الصعود إلى الجبل للتبليغ أو لتبليغ يعني وإمهاب، ولكن لماذا في نفس الوقت كان هناك كل هؤلاء المسلحين الحاضرين جاهزين أمام بيت وإمهاب لمواجهة يعني هذا القدوم؟ يعني ما هو السبب المبرر لذلك اولا؟ ثانيا لماذا اختفى في هذه اللحظه وام وهاب من منزله عندما وصلت شعبه المعلومات لابلاغه؟ بالتالي واضح ان هناك رساله، وبالتالي وايضا ان وام وهاب فورا عندما حصل هذا الاشكال اعلن انه الامر انتهى، انتم يجب ان تتفاهموا مع السيد حسن نصر الله بهذا الموضوع، يعني سلم فورا، يعني كشف الى حد ما انا برايي يعني وام وهاب فضح يعني هذه الطبخه اللي كانت هي عم تنطبخ. انا انطلاقا ما قلتموها استاذ سعد، هل التمس وهاب حساسيه الواقع وطلب مباشره مساعده حزب الله؟ يعني ما نقل عن قياده حزب الله اليوم بالصحف المحليه اللبنانيه الصادره صباح اليوم مفاده، ما نقل عن لسان حزب الله، لا يجوز لمن يواجه ازمه في تشكيل الحكومه ان يهرب منها الى افتعال ازمه بالامن. هذه هي روايه حزب الله اليوم عن واقعه الجاهليه. اوكي، يعني يقولوا انه افتعال ازمه، يعني انه يعتبروا يعني يريدون يعني استعمال قضية يعني التبليغ بشكل يعني مضخم إذا شئت، يعني بصعود يعني شعبة المعلومات بهذه القوة الكبيرة للتبليغ، لقول أن هناك محاولة افتلاع الأزمة. طيب ولكن لماذا يعني وما هي ومن سرب الخبر لوام وهاب؟ يعني هناك شعبة المعلومات تصعد الجبل للتبليغ، وبالتالي جهز نفسه وأحاط نفسه بكل هؤلاء المسلحين. ثانيا بين المسلحين، وهناك فيديوهات تؤكد بين المسلحين، هناك عناصر سورية بين المسلحين الذين كانوا يعني أمام بيت وام وهاب، بالتالي المشكل هو هون بيت القصيد، أنه لماذا أنت ترد عندما يعني أنت بلغت أول مرة وثاني مرة وثالث مرات، وكنت تتهرب من التبليغ، وتبلغ أحد معاونيك أنك أنت مطلوب إلى المثول أمام القضاء، وبالتالي ليس صحيحا أنه فقط تصعد فورا لإبلاغه أو لجلبه. أيضا هناك أيضا عديد من المغالطات أو أنه من التناقضات التي وقع فيها وام وهاب نفسه. نعم. أستاذ وام وهاب عندما يقول يقول أنه كان حاضر إلى جنب المخدور محمد أبو دياب، اللي كان إلى جانبه، وبالتالي هي كانت محاولة لقتله هو، فيما بنفس الوقت المختار بلدة الجاهلية يعني كان حاضر وقال أن وام وهاب لم يكن حاضرا في المنزل عند وصول شعبة المعلومات وحصول إطلاق النار، فكيف كان هو يعني موجودا في هناك مجموعة يعني استاذ سعد، يعني امتدادا لموقف حزب الله الذي تدخل هنا للمفارقة، مصادر الحرير نفت المعلومات التي أفادت بأن الحرير تبلغ من حزب الله موقفا يعتبر أن ما جرى يمكن أن يتسبب بحرب بمنطقة الجبل معقل الدروز في لبنان. يعني دعيني أقول قول أنه مش ضروري، يعني حزب الله يتعاطى بطريقة جدا هادئة وبالتالي يعني مدروسة، يعني وام وهاب هو البوز المدفع بالواجهة، هو يتحرك وبالتالي هو يقوم بهذا الدور، ومن ثم حزب الله يتصرف أولا إذا كان في ضرورة للروية وضبط الموضوع، إذا اعتبر أن الرسالة وصلت وبالتالي يسعى إلى يعني لملمتها، أو يصعد بعد أن يكون وام وهاب أدى الدور الأساسي. بالتالي أنا برأيي الدور هو كان أنه هو إرسال إنذار للحريري وجنبلاط والآخرين أنه
كفى لعب بهذا الوقت الضائع، عليكم أن تفهموا أنه نحن لا يعني لا نصبر. زي بالتالي ما في يقول حزب الله أنه أنا ما خصني، يعني في ممكن نعتبر أنه وئام وهاب بلحظتها استحق الوضع وشاف أنه هناك يعني أحد جريح رفيق جريح وكبر المشكل، بالتالي زاد نفسه عن حزب الله. ولكن بنفس الوقت يعني هذه أو تلك هي تصل إلى نفس النتيجة. يعني لكن هناك هيبة دولة هل يهرب فيها باللجوء إلى حزب الله اليوم بلبنان؟ يعني وهو هي من الأسئلة اليوم التي تطرح هي هذا السياق. أنا بس أنا عتبي بالمقابل على أنه على سيرة هيبة الدولة، على عتبي على أنه هيبة الدولة، أنه لماذا هيبة عندما تصدر يعني قوة أمنية لقيام بهم وعليها أن تكملها حتى النهاية ولا يوجد لها طرف سياسي، ولا أن يستوطى حيث الدولي. يعني أين هيبة الدولة يعني ما تصعد القوى الأمنية؟ طب أستاذ، يعني انطلاقا من ما قلتموه للتو الآن، هل تتعدى الحادثة الأمنية نطاق لبنان؟ يعني هو ما لمح له زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة له على تويتر تقدم فيها بالعزاء إلى عائلة القتيل بمنطقة الجاهلية، وقال إنه العملية الذي وقال إنه الكلمات التي توجه بها وئام وهاب للشيخ سعد الحريري الذي خرج بها عن كل الأعراف والقيم الأخلاقية، هذا الكلام يذكرنا بالكلام والتحريض العبثي للبعث السوري، كأنه الرسالة فهمت اليوم لدى الزعيم التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من النظام السوري. واضح من شك أنه وليد جنبلاط فهم يعني وبالتالي بحدسه السياسي فهم أنه هذه يعني رسالة ما القصد منها، واضح أنه هذا الجبل كان يعني هادئ وبالتالي في هناك حد أدنى من التفاهم ويعني التعايش بين كل الأفرقاء، ومرأت الانتخابات النيابية ولم يحصل يعني عمليا، بالتالي الآن لماذا هذا محاولة لعب بالنار يعني والعبث بأمن الجبل؟ ثانيا هذا العبث بأمن الجبل هو يعني يشبه يعني تذكرنا هذه الأحداث، تذكرنا بأحداث 7 أيار 2008 يعني عندما تم يعني ما حصل في اجتياح بيروت من قبل حزب الله وبالتالي محاولة الصعود إلى الجبل، وبالتالي كمان كانت محاولة نقل فتنة إلى جبل لبنان. قبل ذلك أيضا هذا أنا بشبهه اليوم ب يعني ما حصل ب يعني نوع من قمصان سور جديدة، يعني ما حصل في 2011 عندما أسقطت حكومة سعد الحريري وبالتالي تم نقل يعني المهمة إلى نجيب ميقاتي. سعد كيبان، يعني اليوم سلمنا جدلا هي رسائل اليوم من النظام السوري أو من أي محور إقليمي تجاه جنبلاط وسعد الحريري، ما هي الرسائل؟ ماذا أريد أن يقال لهذين الطرفين في المعادلة السياسية؟ الرسائل أنه رغم كل يعني الأخطاء في هذا في هذه المرحلة التي ارتكبتها يعني ما كان يسمى ب 14 أدار سابقا، وبالتالي قواها الحالية يعني التي ما زالت موجودة على الساحة يعني من سعد الحريري إلى القوات البنية إلى وليد جنبلاط إلى آخره، رغم كل هذا المسار يعني ما زلنا في مكان يعني يعتبر الفريق الآخر أنه غير كافي من ما تم من تقديم تنازلات، وخاصة بعد التسوية الرئاسية التي حملت عون إلى الرئاسة وحرير الحكومة أنه هذا غير كافي. يعني حزب الله يريد أن يضع يعني أن يطوع كل الطوائف أولا وأن يضع يده على البلد، اليوم هذا الأمر غير مسهل بعد، بالتالي حزب الله بعكس ما يعتقد كثيرون أنه مرتاح يعني إقليميا وأنه كون يعني ربيبه إيران في أزمة اقتصادية إيران كون ربيبه إيران مرتاحة إقليميا، مش صحيح أنه هني منتصرين في سوريا منتصرين في العراق منتصرين في اليمن والآخره، يعني الكلام غير صحيح. أولا إيران هي مضغوط بالمباشر عليها العقوبات في الداخل اقتصادية وعليها كمان ضغط إقليمي على مستوى كل المناطق اللي بالتالي حزب الله اليوم يبقى له فقط هذه الساحة كي يحاول من خلالها يعني تطويع وبالتالي حفاظ على يعني إذا بدك وعاء داخلي يحميه إلى حد ما. يعني طب أستاذ سعد، انطلاقا مما قلتموها الهدف هو إضعاف الحريري، وماذا سيكون تداعيات هذه الحادثة الأمنية على مسار تشكيل الحكومة؟ بآخر تصريح للحريري كان هناك رسائل إيجابية أن الحكومة يمكن أن ترى النور بالقريب العاجل داخل لبنان. واضح أنه يعني رسالة هي رسالة واضحة أنه القول يعني أنه يا أما تشكل الحكومة كما نريد يا أما يعني ترحل، يعني بتقديري هذا هو الهدف. الآن الحريري هو طبعا في مكان صعب بطبيعة الحال لأنه لا يمكن يعني من الصعب عليه أن يتراجع أمام هذه العقدة، هي عمليا عقدة أساسية بالنسبة له، لا يمكن أن يتراجع أمامها، وبالتالي إذن لا ما في يعني ليس هناك من مخرج
المنظور مدى منظور لتشكيل الحكومة، ولكن يبدو أن حزب الله وإيران وراءه إيران تحديدا اختارت الفوضى وليس يعني الحكومات التي تمكنها من مواجهة العقوبات، اختارت الفوضى. لا حكومة في لبنان، نبتز بلا حكومة في لبنان، حكومة معلقة بالعراق، حكومة معلقة في العراق، وضع في سوريا طبعا غير واضح وغير يعني مستقر على اتجاه معين، في اليمن كذلك. بالتالي يعني الأمور ليست يعني كما يشتهي يعني المحور، ما يسمى محور ممانعة على المستوى الإقليمي. لذلك اليوم هي تعبير، أنا بتقديري هذا تعبير عن ليس عن قوة، هي تعبير عن ضعف، عن أنه عن ضيق في مكان ما تم التعبير عنه بهذه الطريقة. إذن أساليب وأدوات يعني حزب الله والنظام السوري هي ما زالت كثيرة في البلد يعني مع الأسف. يعني بانتظار ما ستقول إليه الأحداث بلبنان نصل إلى ختام الفقرة السياسية. شكرا لك الكاتب الصحفي سعد كيبان. شكرا لك. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة السياسية. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. لقاء يتجدد يوم غد. الآن نعود لمتابعة باقي فقرات برنامج صباح النور. إليك من جديد. شكرا لك لير، وشكرا أيضا لضيفنا الكريم. مشاهدينا خلينا نمشي إلى المطبخ ونشوف وين وصلت الشيف هانيا وولاشها. يعني يا أمين وصلنا على فقرة التزيين الإبداع. يعني أنا بحبه كتير لأنه بحس دايما مش بيقولوا العين بتاكل قبل التم. صحيح صحيح. أنا هيك لما بيكون المنظر غير شكل طبيعي الواحد بيتشهى بجرب يدوق، حتى لو كان في مكون بقلب الوصفة تبعولنا هو ما بحبه. أنا بأول فقرة ما بعرف هيك حسيت فوتت شوي المقادير ببعضها، حأرجع أذكركم فيها مشاهدينا. بلشت حضر الكريمة يلي أنا بدي أحشي فيها القلبين الجاتو. عندي أول شيء حضرت الحليب السخن يلي ضفت عليه خليط شوي حليب بارد مع صفار البيض مع النشا، خلطتهم مع بعض، وقتها بلشوا يسمكوا ضفت عليهم الزبدة وقطع الشوكولا، بس تدابوا مزبوط طلع عندي كريمة الشوكولا يلي هي هلأ قدامي باردة، صرت بقدر أحشي فيها الكيك سوربريز تبعولي. الوصفة الثانية هي كنت أنا بدي أحضر موس بالفراز. طبعا أنا ما بدي كتر الفراز لأنه هي مش كلها موس، هي كريم بالفراز بدي أحشي فيها شارلوت أو فراز. شو عملت؟ طحنت أو عصرت كوب من الفراز، صار عندي عصير فراز، صفيته لحتى ما يطلع أبدا بزر، حطيته على النار، وقت غلي ضفت عليه كوب من السكر، وكنت ضفت عليه كمان ورق الجيلاتين يلي لازم ننقعه بمي باردة قبل ما نستعمله، بس طيطرى الورق ويصير نقدر نعصره، عصرته ضفته على الخليط بيدوب بسرعة سريعة جدا، صار عندي صوص سميكة بقدر وقتها تبرد أو تفطر ضيفها على الكريم شانتيه يلي أنا خلطتها. ومثل ما قلت أنه أنا بهيدي الوصفة استعملت كريم شانتيه كريمة نباتية لأنه أنا بديها تمسك أكتر، لأنه بهيدي الوصفة الكريم عندي سميكة سو بدي إياها تكون ماسكة وتكون هيك تعطي طراوة على حبوب البسكوية اللي بدي أحشي فيهم. كيف بدي أحشي؟ عندي أول شيء إذا بدي أحشي الشارلوت أو فريز لازم مثل ما قلت غطس البسكوية بشي لحتى طريها شوي وتصير هيك نقدر نقصها ونأكلها مثل الكيك. بالتيراميسو هيدا البسكوية منغطسه بالقهوة السريعة الذوبان، يعني مندوبها بالمي منصير منغطسه ليتنكه. أنا اليوم حضرت مي ضفت عليها شوية سكر غليتهم، حطيت عليهم عصرة حامض صغيرة، ما خليتها تصير لدرجة القطر السميك، بس إنه مي هيك فيها شوي حلاوة، وضفت عليها نقطتين روح الفراز أو فينا نستعملها وفينا لقى للناس يلي ما بتلاقيها عندها. شو بدي أعمل؟ بدي بلش غطس، ما بدي إياها تش كتير، أنجأ هيك شوي وبلش صفها على وش الجاتو. طبعا أنا حطيت طبقة قبل، حطيت طبقة كريم، قطعت فيها قطع من الفراز، وهلأ عم بعمل أنا وياكم الطبقة تانية. مثل ما شايفين سريعة كتير، هاي إذا جايينا ضيوف وما بدنا نطبخ كيك فينا نحضرها ونحطها بالفريزر، يعني ماكسيمم نص ساعة ومنقدمها وبتطلع كتير مهضومة.
وخصوصا إذا لقينا فريز شكله حلو. مثل ما شايفين عم صفن. هلأ بعد هحط عليها طبقة من الكريم وبزينها بحبوب الفريز. أنا اليوم حضرتها بس على طبقتين لأنه ما بدي إياها تطلع كتير سميكة. طبعا كل حدا قد ما بده يعليها بيقدر يعليها، كل ما كانت غنية كل ما طلعت أطيب. طبعا ما بيمنع انه نحنا نكسر الحبة لحتى نعبي الفراغات. حضيف طبقة جديدة من الكريمة يلي هي خليط الكريم شانتيه مع الفريز مع صوص الفريز والجيلاتين. واختياري اكيد لإلكن انه اذا بتحبوا تغمقوها اكتر بتزيدوا من الصوص الفريز أكتر. وفينا كمان هيدا الموس نعبيها بكواب مهضومة ونحط ونزينها بالفريز ونكسر عليها بسكوي كمان تطلع كتير طيبة. وصلت هلأ أنا أني أنا بدي بلش ضيف عليها قطع الفريز أو حبوب الفريز. طبعا ما ننسى أنه نحنا لازم نشيل الكعب، أو في مرات كتير ناس بتحب تخلي الأخضر فيها، ساعتها منشكهم شك بهالطريقة. أنا ححطهم للحبوب لأنه حبيت كتير شكلهم بهاي الطريقة. مثل ما شفنا بيطلع عنا جاتو، كأنه طبخنا جاتو مع كريم وفريز، كأنه عملنا فريزيه بس بدون ما نستخدم الفرن. ما بدي انه يروح الوقت من الفقرة الثانية، هلأ منشوف كيف حتطلع هيدا الوصفة. حرجعها على الفريزر وحضيف انا عليها الفريز. حجيب معي هلأ من البراد الشخبخيز الشوكولا يلي انا حضرت لها سيركل لحتى اقدر القطع مزبوط. كمان عملت طبقة بس هالمرة مش هغطس البسكوي بالمي والسكر ونكهة الفريز، هغطسها بخليط الحليب البارد يلي أنا ضفت له شوية فاني لحتى يتنكه، لأنه منعرف دايما الحليب ممكن يعطينا طعمة مش لطيفة. حضيف البسكوي بهالطريقة. نرجع منعمل طبقة من الكريم. هيدي الخلطة أنا حسكرها ببسكوي كمان. طبعا هاي خصوصي لعشاق الشوكولا. صارت فينا نضيف طبقة كريمة جديدة. هاي الكريم ما بتخوفنا ابدا لانه كريمة مطبوخة. عملناها بطريقة بتشبه الكريم باتيسيير. وهلا باقي عندي الطبقة الأخيرة من البسكوي وحرشها بالكاكاو وتصير عندي جاهزة الخلطة. جاهز إنه يتقدم أكيد من بعد ما يبرد. تقريبا صرت جاهزة. باقي عندي بس اني زيت الفريز على وش الكيك الشارلوت أوف فريز وبصير عندي كتير منيح. الطبقة الفوقانية بهمني انه السكر يلي على البسكوي يطلع على الوش. وهلأ طبعا البسكوي بيشرب الحليب وكمان بياخد شوي من طراوة الكريم. هيدا البسكوي منلاقيه بكل سهولة بالسوق وحنشوفه أكيد بوصفات جديدة. بحبه لأنه سريع. أنا من الناس اللي مني وصفاتي ما بعرف إذا عم بتشوفوا ما بتاخد كتير وقت. بحب هيك يكون عندي أشياء مشكلة وما أكون شغلي نص نهار بوصفة واحدة. هاي
الشيخ بخيس بلش يصير جاهز. طبعا على الوش مننتبه لما بدنا نكسر نكسرها هيك بطريقة لذيذة لأنه حيكون بين كل شيء عنا عليها هيك. وهلأ عندي شقفة هون وبعد في شوي حكملهم حطها بالبراد ونرجع بنشوف بعدين كيف حنقدمها. يعني مبدئيا ما بقى بدها وعد حنرجع لعندك وبالآخر أكيد منقدم وصفاتنا. شكرا لك هانيا ونحن رح نرجع لعندك أكيد لنشوف طريقة التقديم. الآن مشاهدينا نصل إلى فاصل من بعده في القسم الأخير فقرة قصة نجاح يليها أخبار رياضية ننتظرونا. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا. صباح النور. صباح النور راضي. صباح النور أمين. عنا موضوع حلو الآن أكيد إن شاء الله مشاهدينا الكل عنا فقرة ياسر حلوة وضيف مميز جدا. ضيفنا التالي هو حالة خاصة وحالة تخي سبيشال. أبسط ما نستطيع أن نقول عنه أنه مصدر إلهام وقوة وأمل لكل من تعرف عليه. صحيح أمين. فهذا الشاب الذي قاوم وكافح تعلم وتخرج وانخرط في سوق العمل ثم أسس شركته الخاصة عن عمر 22 عاما هو خير مثال نحدثه ونفخر بحضوره معنا في اليوم العالمي لتحدي الإعاقة. نرحب بأنتوني نحول في فقرة قصة نجاح. صباح النور أنتوني. صباح النور. أهلا وسهلا شرفت أنتوني. أهلا وسهلا فيك نورتنا. يعني من طفل ولد بحالة غريبة ولكن أصبح وتحول بعد أعوام بفضل صبره وإصراره إلى رجل أعمال وصاحب شركة. وبكل مقابلة بتسأل فيها عن نجاحك بتقول هذه ليست سوى البداية. هذه بس البداية. خبرنا عن قصة نجاحك. نحن من أول ما أنا خلقت ربوني أهلي على أساس أنه أنا مثل غيري، فعلى هذا الأساس كملت حياتي. حلو. بلشت بالدراسة بعدين بالتربية بالبيت كنت مثل كل إخواتي. حلو. فمن هذا المنطلق مشيت بالحياة وقررت أن أواجه الحياة لو بكل الصعوبات طبعا. حلو برش. يعني أنتوني أنت معناها الدراسة والعمل والتربية كما حكيت لنا أنه كنت تتعامل نفس المعاملة كما أخواتك، بتحسش أنه أكثر سبيشيال يكون التعامل معك حتى إلى أن وصلت أنجزت الشركة الخاصة بتاعك والآن قاعد تقوم بعمل بتاعك. كيفش أنه تعديت كل هالمراحل في الحياة؟ ليك طالما أنت عندك إيمان بحالك وطالما عندك إيمان بربك حيا الله صعوبة بتواجهها بتحس أنه قادر تتخطيها. يعني اكيد ما كانت المواضيع هينه، كان في صعوبات طبيعيه لانه نحن اصلا ببلد في صعوبات بالشغل، في صعوبات بمجال العمل. فكيف شخص خلينا نقول انا ما بحب اقول ذوي الاحتياجات الخاصه اصحاب الهمم، فكيف شخص من اصحاب الهمم رح يواجه صعوبات زياده عن الصعوبات الاساسيه؟ اكيد بالمثابره بالثقه بنفسك بالثقه بالله بايمانك كل شيء كل المشاكل بتتخطيها. هلا بتقلي كيف اسست شركتي؟ اسست شركتي انا لانه كنت كل عطول براسه للانسان بيجي انه كيف بدي احقق اشياء بدي احققها بالمستقبل. وانا كان برايي انه تحقق هول الامور كانت لازم انا اعمل شيء غير الوظيفه تبع ال 8 5 اللي بالوظيفه العاديه. فقررت انا اسس شركتي لانه بنهايه المطاف هون فيني انا ساعد المجتمع بتاسيس شركتي لانه هي سوفت وير ديفلوبمنت كومباني مبرمج حواسيب 100%. فبقدر ساعد فيه المجتمع وبقدر ساعد فيه كمان يعني الناس اللي بدها تشتغل والشرك اللي بهمها هيك مواضيع. حلو. طيب انتوني انت بتقول انه الانسان ما بيكون عنده اعاقه الا اذا هو قرر انه عنده اعاقه. صحيح. انت ما قررت انه عندك اعاقه، بالعكس درست بالجامعه، درست خرجت وحتى الجامعه اللي ارتدتها من بعد ما انت صرت تروح عليها صار في كثير من اصحاب الهمم يروحوا عليها وزادت نسبه المسجلين منهم. شو بتقول للناس اللي وللشباب يمكن مثلنا
اللي أوقات مصاعب الحياة بتوقفهم أو بتخليهم يضعفوا شوي. بدي أقول لك شغلة، أنا على طول بقول إنه حيالة شخص فينا فيكون عنده إعاقة، فيكون عندك إعاقة جسدية، فيكون عندك إعاقة فكرية، فيكون عندك إعاقة روحية، فيكون عندك إعاقة نفسية. الإعاقة ما بتكون إعاقة إلا لأنت تعمليها إعاقة، ومن هذا المنطلق الإعاقة هي مشكلة بتواجهيها بالحياة. بتعتبر إنه أسهل طريقة لتقدر تحليها هي إنك تهربي منها أو الاستسلام لها، بس مش هي الطريقة الأمثل. الطريقة الأضبط هي إنك تقوم الصبح وتواجهيها وتقولي أنا بدي أحقق وبدي أنفذ وبدي أوصل للمراحل والأحلام اللي أنا بدي أحققها. بس تحط هيدا الفكر إذا ما بيقولوا فايتنج سبيريت، الروح القتالية اللي عندك تقويها، ساعتها ما بيكون عندك أي مشكلة بحياتك، إن كانت إعاقة جسدية وإن كانت أي إعاقة تانية. صح. البعض أنطونيك لما يكون عنده سبيشال نيدز أو يكون عنده احتياج خاص في حاجة معينة في جسمه، البعض أنه معناها يحاول أنه يخلي الناس أكثر تتعامل معه وتتساعد معه، ثم الطرف الآخر اللي هو ما يحبش مساعدة الناس أو ما يحبش أنه الناس تكون واقفة معاه في كل حاجة يعملها في الحياة. نعم. كيفش عندك نظرة لهالموضوع أنت تحديداً؟ مثل ما قلت لك قبل، أنا لما ربيت على أساس مثل غيري، وبالتالي عندي كتير إندبندنس بحياتي، يعني أنا كتير مستقل بالحياة. يعني عندي سيارتي الخاصة، عندي ماي أون درايفر، السائق الخاص، يعني حياتي بتحسها أنه ماشي لحالها. هلأ أكيد بنهاية المطاف في احتياجات معينة بدك مساعدة من خلالها، هذا الأمر كتير طبيعي، بس تكون انه واحد انا اطلب مساعده انا بلاقيها مش صعبه، مش لانه عيب الواحد يطلب مساعده، بالعكس اذا واحد عايز مساعده كلنا بنطلب، شيء كثير طبيعي. بس القصه ما فيها، لانه انت لما بيكون عندك استقلاليه، لما بيكون عندك اراده انه انت بدك تعمل كل شيء انت بايدك بنفسك، ساعتها بتكون انت عم طاحش لوحدك. مثل ما بنقول اصلا انت اكثر كلمه بتكرهها هي كلمه حرام، مين وما بتحب حدا يقولها. صحيح. لو كنا بدولة غير هذه الدولة اللي عايشين فيها، قد كانت حياتك معقولة تكون أسهل أيضا؟ لأنه يمكن أنت قدرت تتخطى صعوباتك وعندك هذه الإرادة، ولكن ليس كل أصحاب الهمم بهمتك. خبرنا عن الصعوبات اللي معقول بيواجهها الشخص إذا كان عنده يمكن بمحل معين إعاقة. ما بدي أقول الإعاقة لأنه كمان أنا ما بحب أقولها. بالمرافق العامة، بالتوظيف، يعني أنت قدرت تأخذ وظيفة تغريب، بس غيرك لا. لا أول شيء بس بدي في جملتين بس بدي أعلي. يعني أول شيء قلتي لأصحاب الهمم مش كلهم بهمتك، بس بدي أقول لك شغلة، حيالله شخص أصحاب همم فيكون مش بس بهمتي، فيكون بهمتي وأكثر، لأنه الموضوع منا قصة إذا في أو ما في، هو الموضوع أنت بدك ولا ما بدك. إرادة. يعني القصة ما فيها هو شو حاطط براسه، هو حاطط براسه يواجه، حط براسه يقاتل ولا يتقبل الإعاقة أو الوضع اللي عنده في اللي عنده إياه هو. هيدي بس ردا على هيدي الجملة. وبالنسبة لأني أنا لقيت شغل كتير بسهولة، لا ما كانت لفي أون روز، يعني نحن الحياة اللي أنا طعت فيها كان في كتير صعوبات. أكيد نروح على شرك ما يكونوا مجهزين. في مرة رحت على شغل أنا دوامي يكون حسب الكهرباء، حسب المطار، يعني إذا في دولة إجي على الشغل، إذا مطار ما قدر يطلع على شغل لأنه ما في أسانسير. يعني هالقد كان في صعوبات. هلأ بتقليلي إنه أكيد إذا كنت بدولة تانية مجهزة أكتر يمكن كنت حياتي أسهل. حياتك أسهل كانت لوجستيا. صح. بس عطول بيسأل، أنا لبناني كندي، هذا يمكن القلال اللي بيعرفوا، أنا لبناني، أنا مع جنسية الكندية، فعطول بيسألوني ليه أنت ليه ما سافرت؟ ليه ما رحت على كندا؟ بقولون شغلة، لا في سببين لما سافرت. أول سبب مثل ما بيقول إيماني، أنا خلقت هون وبعتبر إنه أنا خلقت هون لسبب، وبالتالي في مسج معينة بدي أوصلها بالحياة. حلو. كوني خلقت بلبنان يعني المسج بدها توصل بلبنان، سو إذا سافرت لبرا ما حتوصل المسج. هذه أول نقطة. ثاني نقطة هي إنه مزبوط
لوجستيا اسهل بكثير انك تسافر لبرا، وخصوصا بلد مثل كندا لانه كل شيء مجهز هناك، كله موجود وكل الخدمات، ويعتبر هناك اصحاب الهمم يعتبروا شيء كثير اساسي بالمجتمع. وهون كمان يعتبر شيء اساسي، بدنا نخليهم يصير شيء اساسي. بس القصه ما في هون يسالوني ليه ما بفل؟ اللبناني المجتمع اللبناني فيه شيء مميز، فيه الحب، فيه الكرم، فيه التعاطف هيك العلاقات الاجتماعيه بضبوا على بعضهم، بتحسي فيه هيك الفه مش موجوده بباقي المجتمعات. انا سافرت لبرا وهيك زيارات يعني ترافلينج مثل ما بيقول، سافرت ما في مش موجوده يعني برا they only are friendly because القانون جابرهم مثل ما بيقول، عرفت كيف؟ هون بيركض اللبناني يساعدك، بيركض يقاتل كرمالك لانه هو بينه وبين حاله حابب يساعدك، حابب يقاتل. هيدا مش موجوده برا، وبالتالي بيسالوني ليه ببقى بلبنان؟ ببقى بلبنان بسبب المجتمع اللبناني. لانه صحيح عنا كثير مشاكل وصحيح عنا كثير صعوبات بالحياه نحن كاصحاب الامم، بس المجتمع اللبناني باغلبيته وانس تعرف على شخصيتك ساعتها شوفك شخص ثاني، شخص اخر. صح. في هاليوم العالمي هذا لتحدي الاعاقه انطوني، وانت قصه صراحه معناها قصه نجاح مميزه جدا، قد اكون انه اليوم حتى حضورك معنا فقط وحديثك معنا رساله الى كل الناس وكل اصحاب الهمم انه يكون عندهم نفس الاراده. انت شنو هي الرساله اللي تحب توصلها في هاليوم هذا العالمي لتحدي الاعاقه، يمكن لكل اصحاب الهمم، وكما قلت مجتمعاتنا يمكن تعيش بالحب أكثر من أنه تكون أكسسيبل كما المجتمعات الأخرى معناها. شنو هي الرسالة اللي قد توصل لهم من عندك اليوم؟ بدي أوصل لهم رسالة إنه أنا يعني لما أطلع أحكي ما بقول أنا إنه الحياة رح تكون هينة، حياة صعبة. يعني ما 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 يفكروا إنه أنا عم بطلع لأقول لهم إنه الحياة هينة ولا فيون روز ولازم وشو بكون ليه عم تنقوا، لا حياة صعبة. بس انتم بتقرروا شو بدكم تعملوا بصعوبتها للحياة. يعني انا رسالتي لهم اليوم واجهوا قاتلوا، يكون عندكم فكر انه بدي اعمل شيء بحياتي، بدي اوصل لمحل بحياتي. لانه وانس كان عندك هيدا الفكر انه عندك طموح انه بدك تعمل شيء، شو ما كانت الصعوبه، تخيل معي باب مسكر، اوكي باب مقفل، عارفه مقفل، ورحت لعند هذا الباب وانت واثق بحالك انه انا حقدر افتحه لهذا الباب، وعندك ايمان بالله انك رح تقدر تفتحه لهذا الباب، بتروح على هذا الباب عارفه مقفل، عارفه مسكر كليا، بتروح وبتحط ايدك على الماسكه وبتبرم الماسكه وانت عارفه انه مقفل، ورح يفتح هذا الباب بوجهك. طالما انت عندك هيدي الانيشيتيف انك تروح لهذا الباب انت عارفه مسكر وتطحش عليه، رح تقدر تفتحوا للباب. هيدي رسالتي لأنه اليوم. شكرا لك أنطوني عن جد، شكرا لأنك رسالة أمل وصمود وإرادة لألنا ولكل المشاهدين ولكل الناس أصلا. وحتى أنه شخصية محليك أنطوني معني، يعني إن شاء الله ديما تشرفنا، إن شاء الله ديما محلينا معني. يا عايشك أنطوني نحول مؤسس شركة تطوير رقمي، نحن نشكرك برشا اللي كنت معنا اليوم. بالفعل استفدنا برشا من حديثك وحديثك والقعدة حلوة معك معني. حبيبي تسلم، ميرسي لاستضافتكم. شكرا ليك مرة أخرى. نحن خليونا نمشي إلى المطبخ ولا أشهى نشوفوا وعد والشيف هانيا وين وصلوا في تحضيرات. شكرا امين، انا بدي اقول لك انه فات عليك كثير، يعني هانيا محضره شيء كثير طيب كثير طيب. بذكر المشاهدين نعم كان عندنا اليوم وصفتين، البسكويت تبع الشغلات عملناه مع صوص شوكولا مع كريم شوكولا، وحضرناه كمان مع موس فريز وقطع الفريز وكل شيء. هلا انا ما حابه انه فكه لانه بده بعد شوي لحتى يبرد، مثل ما شفنا المفروض يكون بالبراد، ولانه نحن انا دائما ما بحب حضر وجيب معي، بحب انه الوصفه تطلع كلها من التلفزيون. سو هي تحمل انه تبرد، اذا بتقعد ساعه بالبراد او بالفريزر بتكون اطيب واطيب، بس اكيد بدنا نفرجيكم اياها. وصفة كتير هينة ما بدها فرن، للستات اللي فجأة اجاهم حدا عندهم فريز عندهم كريم شانتي بيقدروا على السريع يعملوها، وهي هاي كتير معروفة يعني الشارلوت أفريز. بقى ما بعرف هيك إذا بدي ذكركم شوي، حضرت شيء بيشبه الكريم باتيسير، حطيت بقلبه قطع الشوكولا صار عندي كريمة شوكولا،
وحضرت كريم شانتي، عملت عليها كولي دو فريز يعني صوص فريز، عصير فريز، سمكته مع الجيلاتين وحطيته بس تبرد، حطيته على شانتي، خلطتهم سوا. نعم. صار عندي كريمة منكهة بالفريز. الشوكولا اللي استعملتي هون شو عنا غير خيارات ممكن نستعمل؟ شوكولا بالحليب، انا قلت دائما هيدي بحسها كثير بترجع للناس هن ذوقهم، بس انا دائما لانه بهاي الوصفه بالذات في حليب، لانه هي الكريمه الاساس تبعولها حليب سخن مسمك مع شويه بيض ونشا، لما بحط شوكولا مره سو بتخف مرورتها، وخصوصا انا ما عم بستعمل 70%، بتعرفوا دائما انه في بالشوكولا درجات، 60% مره بس مش حامضة، هيدا اللي أنا بستعملها أكتر، هيك بتصير بترجع اختيارية كل حدا حسب ذوقه، كل حدا حسب هو شو بحب طبعا، وبنقدر نزيد عليها كريمة شوكولا مع بندق إذا نحن من عشاق البندق. إذا رح يكلوا بنا الأطفال أكيد بنروح على الحلوة أكيد طبعا طبعا. شكرا لك هانيا. شكرا لك وعد، إن شاء الله تكون وصفتي عم تعجبكم أكيد بدون شك. رح نرجع الآن إلى راوية وأمين. شكرا لكم مشاهدينا، سنذهب وإياكم إلى الفقرة الرياضية مع زميل محمد غملوش وأمين في أخبار الرياضة. لك هيدي من المغرب هلا عم يعملوها. اي المغرب جيبوا المغرب كله عم يعملها والعانة على اللبناني عرفت. تونس والمغرب هاي السنة حصدوا كل شيء بأفريقيا الحمد لله. أيضا الترجي الرياضي التونسي مش فقط بكرة القدم تشامبيونز ليج، السوبر الأفريقي بكرة الطائرة، معناها يعني لازم أكيد إنه حقيقي كل جماهير الترجي والترجي هذه هيمنة من المغرب العربي على الرياضة الحمد لله. حتى في الباسكت بول نحن رابع، معناها من الأربعة فرق الوحيدين اللي ترشحوا إلى نهائي كأس العالم، نهائي كأس العالم اللي بتقام في الصين في صيف الصيفية القادمة. منتخب التونسي ترشح بالإضافة إلى ألمانيا، بالإضافة إلى على ما أعتقد اليونان، ونسيت شنو الفريق الآخر. ترشحوا فقط أربع فرق، 10 ماتشات على 10 انتصارات، فقط المباراة الأخيرة مع مصر كان فيها هزيمة، ولكن هي يعني بالأساس ما تعنيش للمنتخب التونسي. صح أكيد نتمنى كل التوفيق لهم. خلينا نبدأ بالجولة الأوروبية. يلا عنا جولة أوروبية حافلة. مهمة جدا. أي حافلة. البداية كانت كالمعتاد من الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن غيرها المهيمن كل أسبوع مانشستر سيتي. سيتي يعني أنا أنتظر بفارغ الصبر مباراة ليفربول والسيتي. سيتي قدم أداء مبهر أمام بوريموث على الرغم من تلقيه هدف، ولكن يعني لعب مباراة بأقل الخسائر كما يقال. صحيح، مباراة باللي عنده يعني نقول احنا باللي عنده، لعب المباراة، فاز، جاب 3 نقاط، كمل سيطر على الهيمنة، معناها مسيطر على ترتيب الدوري متاعه، وهذا هو مانشستر سيتي، معناها متألق السنة صراحة. صحيح. إلى الطرف الآخر من مدينة مانشستر وهو اليونايتد والمعاناة. اليونايتد لعب في أرض ساوثهامبتون، وإن كانت ساوثهامبتون ميدان صعب جدا يعني لنكون منصفين بحق اليونايتد، خرج بتعادل إيجابي، ولكن اليونايتد يبتعد ما يصل إلى 17 نقطة عن المراكز الأولى. بعيد برشا مانشستر يونايتد، وصراحة الجماهير كلها معناها بتاع مانشستر يونايتد مستغربة من أداء فريقها السنة، مستغربة برشا مانشستر يونايتد إلى الشيء اللي وصله ومازالوا يستناه على أمل إنه يعود، ولكن حتى ولا حتى تشامبيونز ليج تشفع له لمورينيو قليلا، قاعدة تشفع له تشامبيونز ليج مورينيو فقط معناه، ولكن في الدوري صراحة نتائج كارثية السنة مانشستر يونايتد، معناه ماهوش مانشستر اللي تعودنا عليه، مش فريق الشياطين الحمر. يجب أن يرحل كثير من اللاعبين عن مانشستر، أولهم يمكن لوكاكو. لوكاكو قديش حكينا عليه في كأس العالم وقديش عمل أداء مبهر. صحيح. قديش في مانشستر يونايتد لاعب عادي، سيء جدا أداءه. صحيح. يعني حتى وصلت إنه الناس قاعدة تقول هذا ماهوش قيمة لاعب يلعب في مانشستر يونايتد، قد يلعب في فريق من الفرق العادية في البطولة لكن مش لمانشستر يونايتد. إلى تشيلسي. تشيلسي كان الأسبوع الماضي تلقى هزيمته الأولى أمام توتنهام. صحيح. عاد ليلعب أمام فولهام في مباراة كبيرة، فولهام الذي يعود تدريجيا بقيادة رانييري إلى المراكز ربما البعيدة عن مراكز تذيل ترتيب والتي ستأخذه إلى درجة ثانية. تشيلسي تخطى فولهام بهدفين دون رد وصعد إلى المركز الثالث من جديد. وساري لم يزل يثبت المقولة التي راهن عليها أبراموفيتش بأن ساري مدرب كبير في الدوري الإنجليزي. ساري مدرب كبير، وساري معناها بالرغم اللي كما قلت أنت أول موسم عنده، ولكن
بين الفرق في الفريق. فما فرق، تحس انه تشيلسي ماهوش تشيلسي مقبل، مش تشيلسي كونتي ابدا. يعني فما فرق كبير مع انه نفس المدرسه الايطاليه، ولكن هما كونتي وساري يختلفوا اختلاف تام هجومي جدا في ساري. طريقه التدريب هجومي جدا، يلعب برشا على عنده حاجه مميزه في لعبه وساري. جورجينيو لاعب على فكره ممتاز جدا، صحيح يعني شفت الصوره، صحيح لاعب ماهوش قاعده تحكي عليه الصحافه، مش قاعده تحكي عليه يمكن معناها برشا الاعلام، ولكن ارقامه في المباريات جورجيني وقاعد يقدم في اداء غير عادي من اكثر اللاعبين بالضبط. يعني بالنسبه لي انا اذا نحكيه على شيء يمكن عند الانسان نحكيه على قلبه ونحكيه على مخه، انا بالنسبه لي انا اعتقد انه الدماغ في تشيلسي جورجينيو والقلب هو كانتي، صحيح يعني فريق غير عادي. توصيف جيد هذا امين. الجميل في تشيلسي بشكل سريع انه يمرر الكثير من الكرات، لانه اقتبس المدرسه البرشلونيه الى تشيلسي من خلال ساري. هي فكره شوي، لانه نعرف كنا ايضا نابولي يلعب بمدرسه اسبانيه في في في, في ايطاليا، وهذاك تاثير ساري على الفريق. هذا اللي قاعدين نشوفه فيه حاليا، بخلطه ما بين اللعب الايطالي الذكي من ناحيه الدفاع، بالاضافه الى لعب التمريرات اللي تكون تمريرات حاسمه وعدد تمريرات كبيره في المباراه. يعني ياكل وسط الميدان، نقولوا نحن بلغه الكره وسط الميدان، كل ياكل ويجيبوا عنده ويلعب على هجمات مرتده وبناء هجمه بالحق فعليه. وايضا عنده مهاجمين. خساره ان تشيلسي ليس في دور الابطال مع الاسف، ولكن قاعد يقدم في حاجه ممتازه في الدوري الاوروبي. يعني الى القطب الاخر من مدينه لندن العاصمه البريطانيه، وهو ارسنال. يعني مباراه البارح يعني يجب أن ترفع القبعة مئات المرات ليوناي أمري. يوناي أمري الذي قيل عنه أنه فشل في باريس سان جيرمان، ولكنه أثبت المقولة بأن فشله في باريس سان جيرمان كان بسبب عدم قدرته على السيطرة على النجوم. يعني بصراحة عندما تملك نيمار وكافاني ومبابي وديماريا ونجوم من الصف الأول لن يتمكن من السيطرة عليهم. أتى يوناي أمري إلى أرسنال، فريق شاب لا يملك مثل توريرا الذي أمامنا، يملك لاعبين شبان عندهم قدرات فنيه كبيره، وهو 19 مباراه دون خساره. مراهن عليه في بعض المباريات، مش في المباريات الكل، فما لاعب مراهن عليه جدا امري اللي هو جندوزي. جندوزي 19 غير عادي، معناه 19 فرنسي. عام ولكن قاعد يخلق منه وسط ميدان. اللاعب هذا انا يمكن نقولوها توا ونستناوها بعد اربع سنين، استناوا جندوزي، صحيح لانه يعني امري قاعد يلعب بطريقه معينه، قاعد يستغل في فكر الشبان مع البعض الخبرات، يعني تلقى اوباميونغ او تلقى تشاكا او يعني انه حتى لاكازيت. بالضبط حتى لاكازيت، يعني انه قاعد يعطي في توليفه تقولوا انتم معناها حلوه برشا في تشكيله ارسنال، وارسنال قاعد يبدع السنة. امري انا برايي سيذهب بعيدا في الدوري هذا الموسم، أكيد. ولا استبعد بان يكون من المنافسين الاوائل على الموسم، أكيد. لانه بصراحه كما قلت يعني اعتماده على الشبان. وهذا جندوزي لقبته الصحافه الاسبانيه بانه بوسكيتس الجديد. يعني بوسكيتس الجديد درجة. بالضبط، لانه غير عادي هاللي يعني. المباراه محمد صلاح ليفربول وايفرتون انتهت بهدف في الدقيقه 96، هدف اقل ما يقال عنه بانه اضحوكه. ارتطمت الكره بالعرض العلوى والعليا ونزلت الى راس اوريجي وسجلت في المرمى، ويورجن كلوب تخطى قانون خط الملعب ليدخل ويحتفل مع اليسون بيكير حارس المرمى. مباراه هيتشكوكيه كانت. اي ليه المباراه كانت تقتل بالضحك بالحق، صحيح مضحك جدا، مضحك جدا، والمباراه وصفه حلوه انه هيتشكوكيه ديربي 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 مدينه ليفربول، ومباراه معناها بالنسبه لي انا حتى لو كنت شوف المباراه شويه، انا شفتها شويه ما تفرجتش فيها كامله مع الاسف المباراه، ولكن كي شفت شويه الهايلايت نتاع المباراه، حتى مخرج المباراه تقول يصور في فيلم سينما، يعني باللقطات بالديويل اللي صايرين ما بين اللاعبين، بالجويل بينات المدربين، بالجويل بينات الجماهير، حاجه غير عاديه معناها، صحيح. بالحق مباراه فيلم سينما، لان دائما ما تكون ليفربول حاضنه لكره القدم القاسيه في بريطانيا، صحيح. وخاصه ليفربول وايفرتون. ليفربول وايفرتون ديما من اهم الدربيات، صحيح. الى الدوري الاسباني لكره القدم، ريال مدريد الذي يعني بصراحه حيجنن. ريال مدريد الاسبوع الماضي سقط امام ايبار بثلاثه اهداف مقابل لا شيء، هذا الاسبوع خرج ليفوز بهدفين على فالنسيا، على الفريق الذي يعتبر من اقوى الفرق الاسبانيه، صحيح. وطبعا لكن لازم نذكره لفالنسيا يمكن تاثرت فيه نتيجه الشامبيونز ليج، فالنسيا كان ضايع في المباراه، صحيح بصراحه معناها محمد غملوش، انه الفكره بالنسبه للمباراه اكيد انه ريال مدريد رجع بعد هزيمه ايبار، ولكن ما ننساوش بالنسبه لي انا مش ريال مدريد اللي فاز، ولكن فالنسيا انهزم، لانه فالنسيا نزل المباراه مش قاعد يلعب، نزل المباراه ضايع،
تكتيكيا ضايع، فما بهتة احنا نسميها عنا في لغة الكرة في تونس، يقول لك واحد بهتة انه كأنه قاعد يتفرج في مباراة ويتفرج في منافس قاعد يلعب. اكيد كان فما فرص، كان فما شوية لعب، ولكن مش فالنسيا اللي قاعدين نشوفه فيه في هالمباريات من اول ما ابتدى الموسم. صحيح. فالنسيا مع ريال مدريد ما كانش الفريق الواو صراحة، وهذا اللي خلى انه ريال مدريد اكيد زي يحب يرجع بقوة، هذا كان مش عطاء اداء اكثر شوية وسجل هدفين وانتصر. الا القطب الاخر من اسبانيا الذي استعاد الصدارة برشلونة. برشلونة عنونت الموندو ديبورتيفو الأسبوع الماضي بأن برشلونة للدوري الإسباني ولينا ميسي لدوري أبطال أوروبا، وكأنما هذا العنوان يصيب في الصميم. يعني اليوم امبارح ليونيل ميسي نعم صنع هدفا جميلا لإلينا اللاعب الشاب، ولكن نجم المباراة دون منازع كان عثمان ديمبلي. أكيد هذا ديمبلي يعني على مدى ثلاث مباريات يقول للإدارة أنا نجم من الصف الأول، وحكينا عليه الأسبوع اللي فات وقلنا بالحق اللي لازم يكون فما تركيز أكثر على ديمبلي، لأنه بالحق بش يكون نجم من نجوم الفريق مستقبلا. هاللاعب هذا بما أنه صغير في السن لازم يتعاملوا معه إدارة برشلونة بطريقة ذكية، أنه يحتضنوه أكثر وأنه يعطيوه فرص أكثر صراحة، وهو أكيد أنه ماخذ فرصته حاليا وقاعد يتعلم من خبرات. لأنه حتى فالفيردي بالأمس قال بأن ديمبلي كان نجم اللقاء بالضبط، لأنه يلعب مع ميسي، فأكيد أنه صحيح. لازم يستفيد من خبراته بشكل كبير، وعثمان ديمبلي اللي في الصورة لعب مستقبلا صحيح مستقبل برشلونة كبير جدا. أمين ميسي قبل بداية الموسم وعد جمهور برشلونة بأن الشامبيونز ليج عائدة إلى كاتالونيا، هل سيصدق ميسي في وعده؟ نكتشف. أنا الشامبيونز ليج السنة مش عارف عن تكون صراحة، يعني متمنيها إيطالية ولكن مش عارف. أنا موسى بميسي كتير، أنا موسى بوعد ميسي. نذهب إلى الدوري الإيطالي. يلا جوفنتوس لم يزل كما هو. أنا الدوري الإيطالي يمكن نحب ما غير نعلق أكثر على يوفنتوس لأنه مازال قاعد ينتصر ويفوز ومازال في صدارة الدوري، ولكن الجولة اللي فاتت أكثر فريق مستفيد منها هو أسي ميلان، أكثر فريق استفاد في الجولة الفارطة هو الميلان بتعادل لازيو إنتر وروما، بتعادل إنتر روما. ميلان لقى روحه في المركز الرابع لأن بعيد نقطة على لازيو وقرب ببعد اعتقد نقطتين او ثلاثه للانتر اللي هو في المركز الثالث. ميلان بالرغم اللي هو الفريق ميت وما فماش لاعبين وكلها مصابين فريق مشتت، وكان منهزم ضد كييف، وعلى فكره بدايه المباراه كان منهزم الفريق، رجع سجل كوتروني وسجل كاسيا، كانما جاتوزو يلعب بالروح لا بالتكتيك. جاتوزو لانه روح، هو على فكره جاتوزو حتى المحللين الايطاليين الكل اجمعوا عليه الفكره، جاتوزو مش هالمدرب المتمكن من تكتيك، يعني مش هالمدرب القوي جدا من ناحيه التكتيك والكل. تخيل جاتوزو مباراة اللي قبلها ما عمل ولا تغيير، لعب 90 دقيقة بحدش اللاعب ما غيرش، يعني مش ديما نشوفوها مثلا. صحيح صحيح صحيح، مع انه كان ينجم يلعب وكان ينجم ينتصر على لاتزيو، ولكن ما بدلش فريق لانه عنده اوروبا ليج وعنده مشاكل اخرى. مباراة الاوروبا ليج ايضا يوصل يتعادل مع دودلونج، شنو هالفريق دودلونج؟ مش هالفريق الواو، ولكن دودلونج تاريخين دخل التاريخ سجل هدفين في سانسيرو، وكان متعادل مع ميلان الى حد دقيقه 70، لكن رجع ميلان وفاز بخمسه من بعد. جاتوزو روح، لانه وقت اللي تشوفه كيفاش يلعب مع يحكي مع اللاعبين او طريقه تصرفه حتى مع الاعلام كيما كان لاعب بالضبط. صحيح، يعني انهم بالنسبه لهم تشعر بانه سيدخل الميدان، تشعر انه هو مش يدخل وياخذ كوره ويمشي يجري بها. صحيح. يعني فهذا هو جاتوزو نقولوا عنه في تونس ياكل الجازون، علم لاعبي ميلان ياكلوا الجازون صراحه. صحيح، حتى المباراة التي قدمها ميلان امام يوفنتوس ايضا خلينا نحكي شوي على انتر روما. انتر روما مباراة انا كنت بدي اسالك عن ما بعد المباراة، لماذا لم يزل روما يتمسك بمدربه الحالي؟ مش عارف، يمكن لانه ايضا زاد روما، يمكن ايضا لانه عمل نتائج حلوه دي فرانشيسكو مع روما صراحه، ودي فرانشيسكو ابن روما، معناها باللي معناها دي فرانشيسكو يقعد ابن لروما، هذاك علاش مازال فما تعامل كبير مع دي فرانشيسكو. دي فرانشيسكو ما تنساش اللي هو من حلف توتي في الاداره، والرئيس ماهوش مع دي فرانشيسكو. يعني روما المشكلة اللي فيها هي مشكل إداري، حلف الإمبراطور هذا توتي، ومشكل الإداري مؤثر جدا على روما كفريق. صحيح. يعني تخيل الإدارة مقسمة إلى حلفين، كأننا نحكي في سياسة دولة مقسمة إلى حلفين، فروما مقسمة إلى اثنين، جماعة توتي وجماعة الرئيس، وهذه المشاكل اللي مؤثرة على الفريق تأثير كبير. على أمل أن ينتهي الموسم بفرحة لإلك بميلان إن شاء الله، وفرحة لإلي بكتالونيا إن شاء الله، نعود إلى تشامبيونز ليج، أمنيتي أنه نرجع السنة القادمة للتشامبيونز ليج، والآخر أكيد أنه نبركوا إلى كل الشعب المغربي على فوز المغرب بمباراة بكأس الكونفدرالية الإفريقية، باش يكون فما السوبر الإفريقي مع الترجي الرياضي التونسي، ديربي مغاربي حلو، وأيضا عندنا كأس الأمم للأندية اللي باش يكون قريبا ابتداء من 5 أو 6 ديسمبر. صحيح.
ان شاء الله. بنشكرك امين على هالفقره. انا اللي نشكرك اخويا لانه ديما تجيب لنا هكا حاجات حلوه على السبور نحكي انا كان يعطيونا اربع ساعات نقعد نحكيو صحيح. شكرا لك مره اخرى غمدوش. شكرا ايضا للمشاهدين اللي تبعتونا. كل ان شاء الله ما قلقتوش منا على الرياضه، هنا راجعين الى الزملاء، ولكن خلينا نقول لكم باي باي قبل. شكرا لكم وشكر الكبير لكم مشاهدينا، نلقاكم غدا بمواضيع جديده، كونوا على الموعد والى اللقاء.